الناس دي كلها كل واحد فيهم ليه ميزه، يعني مش كلهم زي بعض. انا بطني عملات وباكل مواس وباكل لحمه نيه وبجر عربيات وبوقف على الازاز وبنام على الازاز برضه وبدعكه بايدي وبحطه على الوش. البودره السامه بتقصر الشفيه، في بعض السموم ما تحوقش شفاف حاجه. باكل ازاز وباكل مواس ومسامير وبنام على الازاز وبيكسر على اي حجاره. اول مره حط جنوشه في جسمي كان من حوالي سنتين، جربتها في عربيه ميكروباص فالله اكبر عليها جريتها يعني. بعد كده بدات ازود عربيه وعربيه لغايه ما وصلت لخمس عربيات. لما دايما الناس بتسمع كلمه خارق وبتسمع كلمه قدره غير عاديه دايما بيفتكروا ان هو بقى شخص ضخم جدا وعملاق والكلام ده. كل اللي سالوه لي يعني انت معاك جن ومعكيش جن، يعني انا اول مره اشوف، يعني انا ما عنديش جن اصلا، انا اصلا بقرا قران وبسمع قران. في اللي بيقول لك انا شفت البحر ونايم ولا دست مش عارف على ايه نملاه وكسرت رجليها، كله كلام، بس في الاول وفي الاخر احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نعمل اي حاجه. مش كل واحد عنده القدره من عند ربنا، ربنا سبحانه وتعالى مديها له ان هو يقدر يعمل حاجه زي كده، يبقى مخاوي او عنده جن او كده، دي قدره من عند ربنا. قبل اي حاجه ربنا يوفقنا، قبل اي حاجه نقدر نعمل اي حاجه لمصر وندعم السياحه في مصر طبعا، ونقدر نعمل حاجه كويسه لمصر. وعايزين نعمل حاجه لدعم السياحه في البلد، او عايز افيد حاجه في بلدي باللي انا بعمله. القدرات دي اللي عندي مفيده طبعا في موضوع العروض بتاع السياحه وال، يعني السياحة دي بالعروض اللي هنعملها دي هتشد الناس كتير. في بعض اللي عندهم قدرات خارقة بيشتغلوا بالموضوعات دي في الأماكن السياحية وبيقدموا بها فقرات، وبالتالي هي بتعود عليهم بربح. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. هنتابع معاكم كما اعتدنا كل القضايا وكل المشاكل والأزمات بحثا عن حلول لها، وحنناقش معاكم أيضا بعض القضايا التي تحتاج إلى وجهات النظر المختلفة لعلنا نصل إلى الحقائق فيها. تعالوا نشوف الواقع اللي احنا ناقشناها امبارح، ولما ناقشنا هذه القضية بالأمس ناقشناها أولا لأن الرأي العام كله اهتم بيها، مقتل طفلين، المتهم هو الأب. قبل ما يتم اتهام الأب كان في حكايات متداولة ومتناثرة عن سيدة ترتدي نقابا خطفته، كان في حكايات تانية عن انتقام بسبب الأثار، إن الأب بيشتغل في الأثار و اللي بيشتغلوا معاه في ذلك انتقموا منه بهذه الطريقة. وكان في كلام عن الجن والجان والشعوذة، انه اقحم نفسه في هذا العالم اللي يمكن ان يصيب الشخص باضطرابات نفسية ويتخيل ويتوهم اشياء ويعتقد انه لما يموت اطفاله وكأنه يرسلهم الى الجنة كما قال في التحقيقات. كان في حكايات متناثرة ومتداولة كثيرة قبل ما يعترف الأب. ولما ناقشنا القضية بالأمس وجدت الحقيقة اليوم ردود فعل مختلفة. أهالي البلد اللي بينتمي إليها المتهم محمود نظمي غاضبون جدا، يعني لأنهم كانوا
عايزين ان يبقى في كل جبهة بتبقى عايزة انك يعني ترضي ما بداخلها. بالتأكيد هم عندهم شعور بالصدمة بالذهول وعدم التصديق، وبالتالي هنا يريحهم جدا انه على طول يقال ان الاب ملوش علاقة بهذه القضية. ممكن امال ليه معمولة المحاكمة؟ امال ليه عندنا الاجراءات تتعلق بان في شرطة تلقي القبض وتعمل تحريات وبعد كده نيابة تحقق وبعد كده محاكمة، والمحاكمة كمان لها اجراءاتها ودرجاتها القانونية المختلفة. يعني كل ده ليه؟ علشان يضمن حق المتهم في محاكمة عادلة تماما. يعني مفيش حد حتى والمتهم بيتحاكم اسمه متهم، ما اسموش آسف قاتل الأطفال، لا اسمه متهم ويظل متهما حتى صدور الحكم ضده، وحتى كمان إلى أن يصبح الحكم نهائيا وباتا. فهنا بيبقى فيه شعور بداخل كل جبهة. هتلاقي في أهالي البلد لأنهم تحت تأثير عدم التصديق وعندهم حق، يعني أب بيعيش بينهم وحالته المادية ميسورة ويقتل أطفاله، جرائم من هذا النوع بتعمل هزات اجتماعية، ويبتدي يعتقد الأطفال في هذه القرية أو في المدينة اللي بيعيشوا فيها كمان لما يتم تناقل ده انه يعني ممكن طفل يقول لابوه هو انت ممكن تعمل فيا كده، وبالتالي هم عاوزين يعفوا انفسهم ويعفوا القرية كلها من مناقشات من هذا النوع ومن ان يبقى الاب هو القاتل. ممكن ما يكونش الاب هو القاتل، لكن اللي هيثبت ده اللي هيوجه له الإدانة أو التبرئة في النهاية هي المحكمة. وبالتالي هنا القضية مش قضية أنه لابد أن نرضي اللي عايزين يقولوا أن الأب ما قتلش، يعني سهل جدا خلاص الأب ما قتلش لأن مش منطقي، لكن زي ما قلت لكم عدد كبير من الجرائم من خلال عملنا المهني بتكتشف أنها ليست منطقية يعني الجرائم العائلية كلها مش منطقية. ما فيش حد يتخيل ان في ام تقتل ابنها او العكس او اب او العكس، ما حدش بيتخيل ده، لكن بيحدث ذلك وشوفوا صفحات الحوادث. عشان كده بنقول تعالوا نخضعها للتحليل النفسي والاجتماعي. في المقابل كمان بيبتدي الجهات الامنية تقول كمان انه ما هو اصل في الحلقة ناس قالوا ما معناه وما فحواه ان مش الاب اللي قتل وانه ربما املي عليه ذلك. كل ده كلام ملوش علاقة بجهات التحقيق وملوش علاقة بمسار القضية. القضية بتناقش مجتمعيا لانه دايما في كل حتى تشوفوا صفحات الحوادث كلها قضايا لسه بيتم التحقيق فيها نيابة وحتذهب للمحكمة بعد كده، او ربما هي في المحكمة او في النيابة. لكن الجانب المجتمعي اللي احنا بنحاول نحلله ونشوف، قدمنا امبارح بعض المعلومات المتعلقة بهذه الواقعة. اولا على الاقل يعني هنا تم استبعاد العامل المعيشي والاجتماعي، انه اتضح ان الاب ميسور الحال يعني وورث ثروة عن ابيه، لكن ده كمان لا ينفي انه يرتكب الجريمة وليس دليلا معاه ولا ضده، يعني لا يبرئه ولا في نفس الوقت يدينه. يعني كل ده هنسيبه للمحكمة والنيابة. فهتلاقوا في أطراف هنا تغضب وتقول والله أصل المناقشة كانت متجهة على فكرة أنه القضية ملفقة. طيب هي الشرطة هتلفق ليه؟ هي الشرطة تجيب أب وتقول له اعترف بقتل طفليك ليه مع أنه جريمة من هذا النوع أثرها على المجتمع بتكون سيئة جدا؟ لكن في ناس بيستهويها إنها تقول كده، ودايما في كل الجرائم في حالة عدم تصديق، وبيبقى أحيانا الشخص بيبقى قتل في وسط الشارع كده ويقول أنا ما قتلتش، وهناك تلاقي في ناس تصدقه. وكمان يمكن للشرطة أن تقدم متهما والمحكمة بتبرأه بعد كده،
وكان في اكثر من واقعه واكثر من قضيه احنا تابعناها معاكم. يعني ربما حتى برنامجنا الذي سبق هذا البرنامج كان في قضيه شهيره لممثله ناشئه اسمها حبيبه، سجنت لمده 5 سنوات بتهمه قتل زوجها القطري الجنسيه، واتضح انها ما قتلتوش، وان بالصدفه اكتشفوا ان حد بيبيع ساعه، الساعه دي هي ساعه الزوج القطري، ودول كانوا اللي قتلوه علشان يسرقوه. يعني في جرائم بيكتشف حتى بعد عدة سنوات ان الذين حتى ادينوا لم يرتكبوها. يعني فانا بقول ده ليه، لانه في حالة من عدم التصديق بتنتاب المجتمع وبيبقى عندهم حق، في عندك عوامل كثيرة قدامك، ولما بتكون الجريمة عائلية ما بنتخيلش ابدا ان في اب يقتل اطفاله او ابن يقتل امه او الاب. فأمام حالة عدم التصديق عايزين اللي يريحنا دائما، عايزين ان نقول كده، نطلع نقول ان محمود نظمي بريء ولم يرتكب هذه الجريمة. ما ينفعش نقول كده، ولا ينفع نقول كمان ان محمود نظمي هو القاتل. محمود نظمي متهم بالقتل، والشرطة تقدمه كمتهم، والنيابة توجه اليه الاتهامات. هو اعترف، ومع اعترافه الناس بتقول لا مش مصدقين، وربما خضع لضغوط. طيب ايه اللي هيخلي حد يجبره على هذا الاعتراف؟ كل دي اسئلة. مش معنى كده ان احنا نوجه او عايزين ندين محمود نظمي او نقوم بتبرئته. يعني النهاردة وزارة الداخلية نشرت هذا الفيديو اللي فيه اعترافات محمود نظمي، وده على طول يعني جاء بعد حلقة الأمس، وقالت ان دي اعترافاته واللي كمان هي الاعترافات امام النيابة. وكان معانا المحامين امبارح وقالوا يعني كانت اسئلتنا حتى بعيدا عن وجهات النظر ما هي اعترافات الاب امام النيابة. ده الفيديو اللي نشرته صفحة وزارة الداخلية، ومع بيان أمني هنقول لكم ملخصه، بس نشوف الفيديو أولا. محمود نظمي محمد السيد علي عبد الله. شغال يا محمد؟ نعم. بتشتغل ايه؟ عندنا أرض وكده وبشيلها، يعني بيطلع مني فلوس فبصرف بيها. يعني بتشرب ايه؟ بشرب حشيش. بس؟ وعموماً احنا الشيشة بقى؟ ها؟ ايه تاني؟ عقاقير ايه؟ مفيش عقاقير. كان الاول تمر و بطلت التمر بقى لك قد ايه؟ مفيش، انا خدت يوم الحادثة. احكي لي ظروف الواقعة. تمام. في 4 دقايق. حضرتك انا قلت للمدام لبس الاطفال وكده وتحت نازل فكلمني قلت للمدام لبس الاطفال وكان كريم السيبي كان جاي ياخد عجله ضحيه عشان يذبح، فانا قلت ايه، فقال لي طيب عدى عليا عشان العيال تتفرج على الجاموسه وكده، فخدت الاطفال ورحنا عيدنا عليهم، وبعدين خدت بصوا على العجله وهي مذبوحه وكده وسلمنا على جدهم، وبعدين طلعنا على العيد بتاعنا اللي هو عندي في شارع العمده في حينا، اتفسحوا شويه وجبت لهم مسدسات، وبعدين خدتهم وطلعت على البحر ودخلتهم يتفسحوا شويه ووقفتهم مع اولاد اخواتي شويه، وبعدين جبت لهم بلالين، واحد بيقول لي في بلالتين اهو مش هتاخدها هتشتري منه، قلت له هشتري، قمت واخد البلالين وقمت اديتها لهم وقمت واخدهم معايا ورتبتهم العربيه وطلعت على طريق الجماليه كده، وبعدين طلعت على اسكندريه لغايه لما وصلت اخر الطريق اسكندريه فرسكور، وبعدين دخلت فيها من على الطريق بتاع فرسكور، طلعت اكتوبر حضرتك وقمت واخد اول يوتيرن جاي وقمت طالع في ربع اكتوبري وقمت واقف، الكلام ده كان بعد المغرب، فكنت شايل الريال، كان في عربيه قدامنا وفي شباب واقفين بس ما كانوش واخدين بالهم من حاجه يعني، وقمت شايل الريال وحدفه وقمت جايب محمد وحدفه، وقمت نازل من على الكوبري، وبعدين فتحت التليفون بتاع له غير متاح، كنت فاتح التليفون وكلمت المدام وقلت لها العيال مش لاقيهم دور عليهم، وكلم اخوتي وكلم الناس وكده، اول ما وصلت البلد بقى قعدت ادور معاهم عليهم بحيث ان يبقى في كده. المهم جيت بقى عملت محضر في النيابه وبقالنا يومين متحررين، فجيت النهارده يعني حسيت اللي المباحث هتعرف اللي انا اللي عاملها، قمت واخد نفسي وماشي طلع على كفر صقر
كان في واحد معرفة قديم كنت بقعد معاه طيب يعني، فلسه جاي قعدت نمت شويه وقمت قايم ورايح له المحل اقعد معاه شويه، قلت له انا ما عدتش قادر، التفكير عمال يوديني ويجيب العيال وكده، وانا اروح اعمل زي اروح البلد بقى عشان اقعد مع مراته وكده واطلع على البيت يعني. قال لي خلاص ماشي اللي انت عايزه اعمل. المهم قمت جاي على اساس ان انا اطلع البيت اللي عندي مدرسه اللغات اللي هي استحمى وكده واتطهر، وكنت جايب الشفرات معايا بتاعت النواس. يا حضرتك بحس ان انا اتطهر وكده واطلع وكده واروح اعمل نفس الوضع، اعمل نفس زي ما انا دوقتهم يعني الحاله دي عايز ادوقها عشان مش قادر انام ولا اتحرك ولا كده. وانت اخدت العلم من البيت ورحت الملاهي الساعه كام؟ اخدت العلم من البيت على بيت حماتي، كان بعد العصر بنص ساعه بالظبط يعني. وبعد كده طلعت على بيتنا وعلى العيد، وبعدين طلعت على البحر. رحت الملاهي؟ رحت الملاهي الساعه كام؟ على الساعه 5 او 5. قعدت قد ايه؟ ما قعدتش كتير، قعدت لحد نص ساعة ربع ساعة حضرتك يعني. أخدتهم معاك في العربية وأنت ماشي؟ أخدتهم معايا في العربية حضرتك. قابلت مين؟ ما قابلتش حد ساعتها، كنت أنا ماشي بقى على طول، ماشي على طريق الجمالية وأنت طالع. مش العيال كانوا معاك في العربية؟ حضرتك. تحتك؟ عربيتك إيه؟ ماتريكس. والله ماتريكس. مين اللي شافك؟ مين اللي سلم عليك؟ ما حدش قابلني. يوم فين حضرتك؟ في الحديقة؟ كنت انا قايل لهم بقى قايل المباحث اللي انا قابلني واحد صاحبه وكده، كنت عامل فيلم يعني. عملت الفيلم ليه؟ عشان ابعد من عن نفسي. طب انت ليه؟ مين حد بيقتل خالد؟ حد بيقتل ابنك؟ هو كان شيطان. ليه الشيطان ازاي؟ شيطان وزينه وكانت واخد برشام معاه. برشام ايه؟ فهي الحاجات كده. انت مش مبسوط ماديا؟ الحمد لله. طيب كانوا عاملين لي ازعاج في البيت، وكانت انا عندي جرثومه المعده اصلا عندي بقى لها سنه بتخليني اكني عندي 60 سنه فبتهبطني، فهم بيحبوا يخرجوا يلعبوا يتنططوا كده، انا اشتروا بهبط ما عدتش قادر لهم. انا دايما اقول لمراتي شيل العيال عني عشان ما عدتش قادر. فحسيت اللي هم يعني مصدر تعب ليا. انت لك علاقات نسائية؟ نعم. لك علاقات نسائية؟ كان ليا. حاليا؟ لا ما فيش اصلا، انا بقالي شهر و15 يوم او 10 ايام بعد بعيد عن كل ده عشان مراتي في بينا كان زعلانة بسبب الموضوع ده يعني، بعدت عن الموضوع ده كله وبعدت عن اصحابي وبعدت عن كل دي. حد كان معاك في العربية وانت بتتكلم عليها؟ كنت لوحدي حضرتك. كنت لوحدي حضرتك. كنت لوحدك؟ اتصلت بمراتك وانت فين؟ وانا بعد ما نزلت من العنكبري ودخلت الدخله دي عشان امسك طريق اسكندريه السير طريق المنصور، قمت رن عليها فتحت تليفون وقلت لها العيال مش لاقيهم دور عليهم وكده. حسيت بتأنيب الضمير؟ طبعا يا ريت انا اللي عملت في نفسي كده، كنت ارتحت وريحت. ندمان؟ طبعا ندمان. طبعا دي اعترافات محمود نظمي الاب، اللي من طبيعي من حق الناس انها ما تصدقش، لكن مش معنى انك ما تصدقش انه ما ارتكبش هذه الجريمة. طبيعي ان احنا نصاب بحالة من عدم التصديق اول ما حد يقولك كده، ده في اب خد الطفلين والقى بهما الاولاني كده يلا انت على الجنة، والتاني يلا انت على الجنة، وبالتالي هنا في حالة من عدم التصديق، لكن ده لا ينفي وقوع الجريمة. هنسيب ده بقى للمحاكمة، في نيابة تحقق، في محاكمة هتتم، بالإضافة كمان زي ما قلت لكم انه بيبقى في تفاصيل وملابسات مختلفة تتعلق بهذه القضية. فهنا الأهالي هتلاقوهم غاضبون لانه كانوا عايزين الاتجاه كده، وطبيعي انه مشاعر الأهالي اللي عايشين في وسط هذه الأسرة
يقول لك معقوله الاب قتل طفليه بهذا الشكل؟ احنا طبعا قدمنا لكم مجموعه من المعلومات امبارح وفقا لكلام محاميه حتى واعترافاته اللي هو حتى قاله دلوقتي. كل اللي قاله دلوقتي كان في حلقه الامس من خلال المحامين اللي قالوا هذه هي اعترافاته امام النيابه، انه بيتعاطى مواد مخدره وانه ما بيشتغلش وانه ورث ثروه عن ابيه وان المساله هنا جات له بهذا الشكل. يعني هل بقى في اضطراب نفسي لحظي ممكن يجي للانسان؟ ما يعني لا نستطيع ان نوجه ادانه لاحد. هل من حق اللي ما بيصدقوش من حقهم انهم ما يصدقوش؟ لكن الحقيقه التحقيق الجنائي يختلف تماما. التحقيق الجنائي بيتعامل مع ادله، واحنا هنبقى نتابع معاكم هذه القضيه، لكن اللي كان بيهمنا فيها التحليل النفسي والاجتماعي. الجريمه العائليه بتحصل ازاي؟ ده العائله اسمها عائلة، لأن دايما حتى لما كنا بنسأل هو الناس ليه مش عايزة حتى تؤمن بفكرة تنظيم النسل، يعني إن العيلة لازم تكبر، بيرجعوا ده الأسباب متعلقة بالعزوة، المكانة الاجتماعية بتزيد كل ما العيلة تزيد أعدادها والقوة، في عامل معيشي وعامل اقتصادي، كل ده عوامل كنا بنناقشها معاكم. فإيه اللي يخلي عائلات يجب أن تكون متماسكة وأب كمان مع أطفاله؟ ده وضع لا يمكن لحد أنه يتخيل جرائم من هذا النوع، ولكنها بتحصل. وده اللي حصل في المنيا، الواقع اللي احنا هنشوفها دلوقتي اللي حققناها أيضا. الأم اللي بسبب خلافات زوجية ألقت بطفليها أيضا في المية، واحد مات والتاني تم إنقاذه. لازم هيجي لك ايضا حالة من عدم التصديق، ما كل البيوت فيها خلافات زوجية وفيها مشاكل معيشية واجتماعية، لكن هل ممكن حد ياخد اطفاله بسبب خلافات من هذا النوع ويموتهم بهذا الشكل؟ تعالوا نشوف هذه القضية وبعد كده نعمل اتصالات تليفونية نجمع بعض المعلومات المتعلقة بها في سياق التحليل النفسي والاجتماعي بعيدا عن التحقيق الجنائي اللي بتقوم به النيابة. جبتها من الاول هنا، فبتقول لي شمال الكبيره روح يا بنت هات ايه شورت لابن عمي. البنت جالت لها حاره، البنت مشت لحد هنا كده اول وهي مسكت هاني. هاني كان محطوط في المكان ده بالظبط. هاني الكبير ده؟ هاني الصغير اللي هو عمره 4 شهور. مسكته بعد كده راحت لميها من هنا. محمد ابني لما خاف جري منها، جري لحد اللي هي ايه اول الباب كده اهو. رجعت جريت وراه وراحت ماسكاه وراحت رميه وراه. رميه هنا؟ رميه برضه من هنا. تمام؟ طب الحمد لله. نزل محمد ابني وهاني مشوا مع الميه كده. مشوا جميل. هاني طلع بعد حوالي 100 متر بالظبط عايم على وش الميه. جاري هو اللي مطلع وجالا هاني كان عايم على وش الماء. هاني اللي هو اللي عايش الاربع أربع شهور كان عايم على الماء. كان عايم على الماء على ظهره على ظهره، جسمه ليه كله ما اتبهدلش ليه عمر ولا اتبل ماء. هاني جسمه ما اتبلش ماء خالص. مسكت الطفل رمته في الماء هنا. رمته هنا طفلين مش طفل، طفلين، الولد الكبير والولد الصغير. الولد الصغير والولد الكبير. تمام. فجأت بالتليفون بيرن على ابويا فبيقول له تعالى شوف مرات ابنك وولاده وقعوا في البحر اليوسف. بعد ما رمتهم
طبعا حاولت تمشي، خافت من اي حد يهجم عليها ولا حاجه. فالمهم بدات الجيران تلاحظ الاولاد اللي واقعه في المايه دي، فشافوا ولد بيطلع وينزل، ده قضاء الله وقدره، ده ما حدش لحقه. والولد الثاني كان واحد نزل المايه بسرعه بهدومه زي ما هو، وربنا كرمه ونجد الطفل ده. فانا لما جيت هنا فسالت الجيران، فبيقولوا ايه، ولادك هم بس اللي في المايه، مراتك مش عارفينها راحت فين. ففي ناس جرت لبره في الشوارع وبتدور عليها، في ناس لحقتها في البلد وهي بتجري ومسكتها وجابتها لحد عندنا هنا، وهم جايبينها على المكنه ورا اللي كان جايبها على المكنه. سالتها قلت لها انت غرقت العيله عشان ما جيت وغرقته؟ ايه ابويا قال لي الراجل طب خدها واطلع على النقطه بتاعت الشرطه، واتنقلنا فعلا نقطة الشرطة وحاولونا بعد كده على المركز والنيابة. ده اللي اترمى في البحر، انقذ واحد جاري جابه من نص المية عمره 4 شهور. انتقام مني، في خلافات بيني وبين اهلها، ومش حابب ان انا ابعت مراتي بيت اهلها بسبب المشاكل دي. اللي كان غريب يعني روح الأمومة أو حس الأمومة، إن الأم ما فيش ظرف ولا في مبرر لأنها تلقي أولادها بالشكل ده. طبعا الزواج المبكر برضو من ضمن الأسباب، الزوجة والزوج كلاهما يمكن لسه أطفال، وعيهم لسه ضعيف. والله الأعمار بالتقريب هتكون يمكن 20 وما أقل، ودي 90% من أسباب المشاكل والطلاق قبل ما تبلغ سن القانوني بالزواج العرفي، بيحصل فيه مشاكل كتيرة. ومن سبب وأول مشكلة تحصل بالوضع دوة أن إنسانة يعني تلقي بأولادها في الماء، يعني لا شيء لا يتصوره العقل ولا يتصوره أي إنسان عاقل إنه يشوف حاجة زي دي وما يصعبش عليه اللي حصل. وطفلين براء، ذنبهم إيه إنهم يحصل فيهم كده؟ طبعا زي ما انتم شايفين الاهالي في القريه بيحللوا القضيه بشكل اجتماعي مهم جدا، لازم هنناقشه معاكم بعد شويه كمان. بس نسمع الاول الزوج رجب ضاحي. عم رجب اهلا بيك. عم رجب. ايوه استاذ سامعك. البايه في حياتك يا عم رجب، البايه في حياتك. البقال لله رحمه. ربنا يصبرك. اللهم امين. قول لي ايه اللي حصل بالظبط يا عم رجب؟ انا يعني انت اتكلمت في التحقيق اللي احنا شفناه من شويه، بس خليني يعني استعيد معاك اللي حصل كله تاني. ايه اللي حصل؟ ايه الخلافات اللي ممكن تدفع الزوجه انها تاخد الاطفال وترمي بيهم في الميه، ترميهم في الميه بهذا الشكل؟ والله حضرتك انا في حاجه اعلق عليها الاول. ممكن تبعد عن التلفزيون يا عم رجب؟ ابعد خالص عن التلفزيون او وطيه. تمام يا باشا، عشان صوت التلفزيون معانا بس. اتفضل. حضرتك دلوقتي انا عايز اوضح حاجه للساده المشاهدين. اتفضل اتفضل يا عم رجب اتفضل. في كلام الصحافة خدته من أهلي ومني وطلعت على التلفزيونات وفي الجرائد، كتبت غير اللي أنا قلته. أقسم بالله أقسم بالله بحياة ابني اللي أنا فاقده دلوقتي، الكلام اللي هقوله لك دلوقتي هو اللي حصل. حضرتك دلوقتي انا لما امنع زوجتي تروح لبيت اهلها بسبب المشاكل. المشاكل دي ايه هي؟ ان اهلها كان عايزين يخلي اخويا ينسبهم وياخد بنتهم، واحنا ابويا رفض، قال لهم لا.
كل دي مشاكل عادية وطبيعية بتحصل. تمام كل ده عادي جدا. تمام. فهنا حصل حساسيات بين العيلتين يعني. تمام. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ رجعت وديتها بيت اهلها وتمام التمام، وبرضه حصلت خلافات تاني. منعت ان هي تروح بيت اهلها. الايام دي انا عيد، ايام فرحة المسلمين. ينفعش انا احرمها من رؤية اهلها. جبت اهلها يوم الخميس بالليل اتعشوا عندي في بيتي وسط ابويا واخواتي وهي كانت موجودة معانا. بعد ما اتعشينا وتمام التمام وكل واحد راح لبيته، برضو انا من عادتي وعشت في حياتي لازم ان انا بسهر ساعة واثنين وباكل مرة واثنين وثلاثة بالليل عادي، مش فانا بصحيها من النوم وبقول لها يا بنت الناس قومي كلي معايا. قالت لا، رفضت اللي هي تاكل معايا. نمنا على هذا الوضع. صبحنا الصبح خدت بعضي واتكلت على الله، رحت الارض عشان اشتغل واساعد ابويا واخواتي. فكنت انا في الارض انا وابويا واخواتي، فعلا عندي اثنين شباب محمد وعيد. اتصلت بينا مرات اخويا الكبير فبتقول لي الحق مراتك واولادك راحوا في الميه. طيب قبل المية ده انت عايز تقول انها لما رجعت من عند اهلها يعني رجعت وفي مشاكل وانت بتقول لها تعالي اتعشي معايا فقالت لك لا؟ حضرتك هي ما رجعتش من عند اهلها، ده اهلها عندي انا في بيتي. اهلها عندك في البيت؟ عندي انا في البيت. وتعشينا وتمام التمام وكل واحد خد بعضه وخد عياله ودخل على مكانه واللي راح بيته وما فيش اي مشاكل والدنيا كلها فرحانه وبنهزر وبنضحك كلنا اسره واحده. طب كويس قوي. ايه اللي حصل بقى؟ ليه ترتكب الجريمه الصبح كده؟ انا الصبح انا بقول لحضرتك انا فطرت وخدت بعضي، ما فطرتش يا ربي، خدت بعضي واتكلت على الله على شغل في الارض انا واخواتي وابويا. مرات فيها بتتصل بينا. المهم اتفضل. مرات اخويا بتقول تعالوا ده مراتك واولادك راحوا في الميه. فجينا لمكان الحادث، طبعا ايه شفت المنظر، الناس والجيران والاهالي تمام. بيقولوا لي ربنا نجلك عيل والتاني مش لاقينه، ومراته طبعا لوزيا ست عاجله ولادها وقعوا منها غصب عنها، كانت تقعد على اي جنب ولا تزعج عليهم ولا بتسنجد باي حد جنبيها عشان تنقذ ولادها. اللي دي يا باشا رمياهم، ام رميه ضناها. يا باشا انا بكلمك دلوقتي قسما بالله بصدق، رمت ولادي الاثنين في الميه، وانا راجل ماليش مثلا زي ما حضرتك سمعت برضو عن يعني. هي خدت الطفلين ورمتهم في المية. ايوه الاثنين يا باشا راحوا في المية. الطفل الاولاني كام سنة اللي مات الكبير؟ الكبير اسمه محمد رجب ضاحي، مات وهو عنده 4 سنين. والصغير 4 شهور؟ الصغير هاني 4 شهور. ده هاني انا سامعك بتقول كان طافي على سطح الميه، طافي على سطح الميه كده. اقسم بالله الراجل جاري جاب هاني وهو عايم على وش الميه، مشي على وش الميه هاني مسافه 100 متر او 130 متر على ظهره، والله ما اتبل. يلا دي مشيئة الله سبحانه وتعالى يعني، ربنا انقذه لك. لكن قول لي هنا يا مرابة، ما حصلش اي مناقشة معاك قبل ما تعمل ده نهائي؟ ما فيش اي مناقشة خالص؟ ما فيش اي زعل. هي قالت لي تعال افطر، قلت لها لا انا مش فاطر، خدت بعد واتكلت على الله على الغيط، ولا في اي زعل ولا في اي مشاكل.
طيب انت جاءت قبل اللي حصل، بس في حاجه اقول لحضرتك عليها برضه. انا راجل عندي 28 سنه وهي عندها 24 سنه، انا متجوز رسمي، كاتب عند مازون رسمي، مانيش كاتب زي ما الناس بتقول لك. انا سمع اهل القريه بيقولوا انه السبب صغر السن وان انتوا اتجوزتوا قبل سن ال 18. يا باشا حضرتك دي سنها 24 سنه، انا معايا البطاقه بتاعتها. انتوا متجوزين بقالكم كام سنه يا عم رجب؟ 5 سنين يا باشا، يعني هي عندها 19 سنه وانا 23 سنه. طب قول لي هي قالت ايه في انت قابلتها بعد كده في الاسم او في النيابه؟ حضرتك اول ما احنا جبناها طبعا جبنا اول طفل وطلع الحمد لله، تاني طفل انا قعدت بدور عليه بنفسي في الميه قبل الانقاذ النهر ما يجي، قعدت بدور عليه في الميه اكتر من ساعه، جابوها هي من على اخر البلد من على اخر القريه. فاول ما وصلت عند مكان الحادث اهلي واقفين كلهم، ابويا جد الطفل بيقول لها يا شيماء انت وديتي العيال فين؟ قالت لهم انا رميتهم في الميه. قال خلاص يا جدعان خدوها واطلعوا بيها على نقطه الشرطه. تمام حضرتك؟ يعني هي قالت لهم على طول كده انا رميتهم في الميه، وانت طبعا انت اعتقدت انها يعني غرقانه معاهم يعني. انا اعتقدت ان هي كانت غرقانه معاهم، بس في ناس قالت لا احنا شفناها وهي ماشيه في المكان الفلاني بتجري كل حاجه يعني بوضوح، كل حاجه الناس موضحاها. يا استاذ وائل انا دلوقتي ابو الطفلين. انا بكلم حضرتك دلوقتي عشان اشوف القضاء المصري هيجيب لي حق ابني ازاي. انا بطالب القضاء المصري بالاعدام لشيماء ام الطفلين، ما تستاهلش كلمة ام الطفلين. الام يا باشا اللي ترمي دماها 4 شهور و4 سنين وضح اول اخر حرام اللي هي تقال عليها ام. طيب ما انت ما حصلش نقاش بينك وبينها بعد الجريمة في الاسم او في النيابة؟ حضرتك بعد ما رحنا لنقطة الشرطة عرضنا على المركز والنيابة، قسما بالله ما اتكلمت معاها ولا قلت لها انت عملت كده ليه ولا اي حاجة. طيب وهي قالت عملت كده ليه بقى؟ انتقام مني عشان سوء المعاملة بتاعتي، بس انا قسما بالله انا يعني في حاجة برضو اقول لحضرتك عليها، لو انا راجل وحش وبعملها بسوء معاملة زي ما بتقول ممكن في حلول كثيرة قوي، يعني ممكن كانت تاخد الأطفال دي وتطفش، ممكن تسيب لي الأطفال وتمشي هي، ممكن تاخد الأطفال وتقول لي عايز أخلص منك، في حلول كثيرة كثيرة كثيرة. عندك حق، بس ما فيش أي مبرر يخلي الأم تعمل كده، بس أنت يا عم رجب أكيد طالما هي قالت كده يبقى انت مسود عيشتها يعني. لا يا استاذ وائل انا بكلمك وانا حاليا دلوقتي واقف في مكان الحادث بالظبط، المكان اللي رمت منه محمد الله يرحمه وهاني اخوه. انت ايه اللي بيوقفك في مكان الحادث كده؟ تمام، انا عشان اسمع حضرتك روح ابني واقفه في المكان ده دلوقتي وسامعاني عشان اجيب حقه. يعني انت متعمد تبقى واقف في المكان عشان روح ابنك يعني تبقى معانا، يعني روح بتصعد الى خالقها يعني. قول خليني ادخل في الجانب الثاني يا عم رجب، اللي هو اكيد حصل الصبح، انت مش عايز تقول في حاجة، اكيد حصلت في مشكلة الصبح او بالليل، ولا انت مش عايز تقولها؟ يا استاذ وائل انا راجل بدور على حق طفلي. ما انا لسه بقول لك مفيش ما يدفع، حتى لو في 100 مشكلة، حتى لو في الاف المشاكل بينك وبينها،
ما الاطفال ما لهمش ذنب انهم يدفعوا الثمن بالشكل ده. والله والله انا الكلام اللي عندي هو ده اللي بقوله. طيب خلينا اسال كده وخليك معايا يا عم رجب. احنا الجانب ده عشان نشوف يا جماعه ازاي نستفيد اجتماعيا من هذه القضايا. هشام سلامه شقيق الزوجه المتهمه بالقاء اطفالها بهذا الشكل. في طفل مات وفي الطفل الرضيع 4 شهور تم انقاذه. استاذ هشام اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. قول لي يا استاذ هشام, اتكلمت مع اختك بعد ارتكاب الجريمه؟ لا حضرتك, بعد ارتكاب الجريمه انا ما اتكلمتش معاها, لان حضرتك احنا ما خدناش بالنا من اي حاجه خالص غير بعد ما الموضوع ده حصل. رحنا خدناها اعتبر وودناها المركز على طول. طيب ال- 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 تفسيرك للي حصل ده ايه؟ ومش عايز اخوض يعني لو في مشاكل عائلية خاصة او مش عايز اخوض فيها, يعني خلينا في الاطار العام. يعني تفسيرك للي حصل ده ايه؟ حضرتك كل اللي حصل من الناس دي ان انا اختي متجوزة دلوقتي بقى لها حوالي 5 سنين. تمام. اختك ايه؟ متجوزة بقى لها حوالي 5 سنين. بقى لها 5 سنين. تمام. فهي عامة ما جاتش في يوم واحد عند الناس دي سألت, وما جاتش في يوم واحد قالت ان الناس دول بيعملوا سنة كويسة. تمام. بعد ما خلفت المال الاولاني محمد دوت وكانت حامله بالتالي بهاني, كانت زعلت وجات البيت عندنا. تمام. فجينا نخلصها, جينا نطلعها, فهي قالت لا انا مش هطلع, انا عايز ابني, وانا مش عايز اطلع, انا عايز ارجع تاني عشان خاطر ابني. والكلام دوت في ناس شهد علينا البلد من عندنا من هنا. طب كويس. هو هي يعني بتضحي عشان الاولاد, ايه اللي يخليها تقتلهم بقى؟ ما انا مع حضرتك, هي انا جاي لك في الكلام ده, اول مره زعلت رجعت تاني عشان خاطر عيالها. جايه وجايبه معاها حاجتها كمان ورجعت تاني ترجع عشان خاطر عيالي. تمام. جينا الناس اتلمت وقعدنا في قعده وفتحتنا وخلاص, قالوا تروحوا عند حضرتك وتيجوا وتمشوا الموضوع, مفيش حاجه. تمام. احنا كان بين بيتنا احنا وبين بيت اختي هما بيتين, احنا في نفس الشارع. فاحنا كنا بنروح عادي, مفيش حاجه, خلاص النفوس سفيت يعني, صفينا مع بعضنا. جت بعد كده منعوها ان هي تيجي عندنا, ومنعوا الاطفال برضه ان هم يجوا عندنا. محمد ده منعوه ان هو يجي عندنا. ماشي, قعد سنه كامله ما جيش عند بيت اهلي. يعني انت شوف كنت بيت هو بيت هو هو الاب اعترف بكده وقال الاسباب ايه اللي ادت لكده. الاسباب اللي قالها دي مش اسباب, هو اللي قاله ده غلط حضرتك, ده كله ما حصلش طبعا. ماشي. بغض النظر يعني لكن هل ده الخلاف بس ان هو منعها انها تيجي عندكم عند اسرتها؟ ايوه حضرتك, هو من اعتبر من يوم ما خلفت محمد دوت, او ما اعتبر يوم ما خلفت محمد, حتى هي كانت بتقول ما حدش ما كلمناش, قالوا لنا تعالوا. ويوم ما نزلنا كان عايزين ان احنا نشوف بنتنا اساسا, يعني نشوف بنت حضرتك والده واهلها اهل جوزها انه انت تشوف بنت. طيب ايه اللي يخليها تقتل اطفالها كده يا حضرتك؟ هي ما قتلتهمش, انت حضرتك سمعت ما تعملش كده. وممكن كنت اكيد نزلت البلد هنا وكنت سالت الناس دي مين واحنا مين, شباب ما تعملش كده. امال ايه روايتك للي حصل؟ روايتي اللي حصل حضرتك ان انا ابنها الصغير ماشي, هو وقع في الميه. تمام. وابنها الكبير وقع في الميه اللي هو محمد الله يرحمه. وقع في الميه؟ وقع في الميه, وبعدين حضرتك قبل ما اتكلم ده زي ما هو ابنهم زي ما هو ابننا, يعني ده مش ابنهم لوحدينا, ده ابننا احنا كمان. تمام. طب يعني وقع في الميه ازاي؟ ابنها صغير من مكان التصوير اللي صوروه, لو تلاحظ ان بقت عاليه وساحتها واطيه. تمام. لا انا عايز افهم ازاي الاطفال وقعوا في الميه من نفسهم. لا مش الاثنين يا فندم, هو محمد اللي وقع في الميه. محمد اللي هو الكبير. الكبير ده, محمد ده كان بيمشي ويتنطط وكان شجي, كان شجي بدرجه. طيب لما وقع في الميه ايه اللي حصل؟ ده لما وقع في الميه فطبعا امه كانت شايله الاهل الصغير ده, كان على كتفها دايما خدتها عليه, فراح يتبص في الميه, راح ابنها حالي وقع منها. هي الصغير هو ما وقعش, هو حضرتك وقع منها. طب يعني مش هتصرخ يا استاذ هشام وتقول انقذوني؟ يعني مش هت ماشي حضرتك. أهل في ام هتجري وتسيب العيال؟ اسمع ماشي, ما اقول لحضرتك حاجه. انت عارف الام او الاب في مشهد من هذا النوع ده بيرمي نفسه معاهم.
عارف حضرتك هي من ده يعني اعتقادا منه عشان انها هتنقذهم بترمي نفسها معاهم كمان يعني. لا حضرتك هي مع يا عم اللي انت بتقول عليه دوت مع لما ابنها الاولاني وقع ومخدتها عليه ابنها وقع من على سترها ابنها الثاني هاني تمام ماشي حضرتك هم مكان ما طلعهم وما طلعهمش من نفس المكان طلعهم من مكان ثاني بعديه بشويه تمام هي اهل جوزها دولت يعني ناس يعني خليني بس في ما اهل جوزها ده دلوقتي هي جابوها من نهايه البلد خالص وقالت انا رميت الاولاد لانها لو العيال وقعوا منها هتصرخ لا حضرتك معلش وهتقف في مكانها مش هتمشي لا حضرتك يا استاذ هي فكر يا استاذ هشام خلينا اصلحنا قدام جريمه يعني أيوة. يعني هنا القضيه مش وفي تحيات بتتم ويعني ما فيش حاجه اسمها وقعوا منها مش محفظه وقعت منها يعني لا يا فندم انا ما بقولكش الاثنين هو ابنها وقع منها وحضرتك انت شفت مكان التصوير عامل ازاي الام لو هيقع منها طفلها بترمي نفسها معاه عشان تنقذه حضرتك هي عملت كده على ابنها الاولاني محمد لما وقع هي كانت عماله تصرف وكانت عماله تشتر وتتقبل وحضرتك الشارع اللي هم فيه دوت يعتبر ما فيهوش حد عشان ينقذ ولا حد عشان يعمل هو مفيش غير بيتين في حته التصوير ده يعني احنا كلنا بيت فيهم وبقينا سبب الناس دي برضه اما هي لما تصرخ الناس هينقذوه نعم لو هي صرخت الناس هتنقذه وهتقول ده في النيابه محدش قال كده هي بقى حضرتك البنت لما الواد وقع لما الواد الصغير كان وقع في الميه راحت هي جري ثابت مكان الحد خالص وانتقلت منه خليني اسال الاستاذ معايا واحد من شهود العيان استاذ محمد مين استاذ معروف محمد استاذ معروف اهلا بيك استاذ معروف طيب لغايه ما يجي لنا تاني الاستاذ معروف يا عم رجب ده شهاده اخو الزوج يعني اخو الزوجه يا استاذ وائل انا سامعك اتفضل انا طالب من حضرتك حاجه قول انا عايز اطلع على التلفزيون مع حضرتك ومعاها هي يا عم هي محبوسه لانها متهمه ب اجيب نجيب اي قرار يصدر من تحت النيابه من تحت اشراف النيابه اول حاجه ان انا اتصور انا وهي ونتقابل وجه لوجه لو كان الكلام ده حصل اتحبس بدون كلام بدون وائل واحدة جت مع رجال الشرطة في جلد مكان الحادث ومثلت الجريمة وجلد قدام وكيل النيابة أنا رميت محمد هاني الأول طفل 4 شهور ورميت الطفل الثاني 4 سنين وجريت من هنا على أول أيوة ما هي اعترفت ومثلت الجريمة يعني طيب يعني في زيادة عن كده الإثبات يعني ما يعني يا اخ بيقول كلمتين يا عم رجب وخلاص بعد اذن يعني يعتقد انه يمكن انه ينقذ اخته يعني خلينا في القضيه يعني انت مش محتاج الـ 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 الظهور على الهواء معاها علشان تاخد حقك يعني الحق بيجيبه القضاء ان شاء الله واحنا بنثق في القضاء المصري يا استاذ انت يعني حضرتك بتكلمني دلوقتي بناء اللي انت تجيب لي حق طفلي صح؟ اه وحق المجتمع كمان اصل الاطفال خلي بالك مش ملك ليك ولا ليها الاطفال ملك للإنسانية وملك للمجتمع يعني دلوقتي القضية بتاعتي دي المفروض القضاء المصري يجيب لي حق ان شاء الله ما عشان كده النيابة بتحقق وبعد كده بتحولها للمحكمة يعني طيب يا عم رجب طبعا انت ابنك الصغير حالته كويسة دلوقتي يا عم رجب استاذ وائل انا وابني زي الفل بس اتكسرت على ابني انا يعني انا اقول لك كلمتين ملخص الحوار كله انا عايز اقول لها هي بنفسها ابني من الارض اللي احنا بنزرعها دي كان بيجيب الفول اللي هو الفول الاخضر بمعنى الكلام البلدي او الفول الاسكندراني تمام فكان بيجيبه ويخبيه في هدومه بقول له انت رايح فين يا ابني بيقول لي رايح اديه لامي بيحن على امه
هي بقى لما رمى الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه هو اللي دفع الثمن وطفل صغير بيبدأ الحياة ولسه عينيه بتتفتح على الحياة للأسف الشديد. يعني كل ده يا جماعة زي ما بقول لكم بيحتاج لتحليل نفسي واجتماعي. مهما كانت الخلافات الزوجية فكرة الانتقام من العيال والأطفال، على فكرة في ناس كبار في المحاكم بينتقموا من أطفالهم وولادهم. شوفوا ازاي الأزواج حتى في المحاكم لما بيدخلوا في معارك شخصية مع بعض وتصفية حسابات، كل ده اغتيال نفسي للأولاد. يعني احيانا مفهوم التضحية ومفيش حد ممكن يضحي اكثر من الام واكثر من الاب، لكن احيانا بدافع الانتقام وتصفية الحسابات بيداس على مفاهيم التضحية اللي بتعلمها الام وبيعلمها الاب كمان. قمة التضحية، شوف كيف تتعامل الام مع اطفالها وكيف يتعامل الاب مع ابنائه. لكن للأسف الشديد الجريمة العائلية ومن هذا النوع خاصة مع الأبناء مع الأطفال في منتهى البشاعة وتحتاج إلى تحليل نفسي واجتماعي دائم. عم رجب ألف شكر، وأستاذ هشام ألف شكر. طبيعي يعني هو أخو زوجة هيقول كلمتين يعني إنهم وقعوا منها يعني. وخلونا كمان في النهاية نشوف التحقيقات هتنتهي إلى إيه وأيضا المحاكمة في هذه القضية، إنما إيه الخلافات الزوجية اللي ممكن تؤدي إلى هذه المأساة. وبعد أتخيل كده إذا ثبت إن محمود نظمي ألقى بطفليه في المية والمحكمة أدانته، كيف يمكن أن يجرؤ الأب على أن يرتكب جريمة بشعة بهذا الشكل؟ وإذا الأم ارتكبت هذه الجريمة اللي شفناها، الأب بيقول أنا واقف في مكان اللي مات فيه ابني يعني، وعنده حالة هوس يعني، عنده حق لأن اللي ضاع ابنه اللي هو المكان ده، ابنه اللي شوفوا عشان تنشئ الطفل، وده هاني اللي انقذ من الموت، وده محمد الكبير الله يرحمه. ونقعد نتخيل المشهد، ممكن ام بتعمل كده؟ انتوا بتشوف الام اذا خدش بس بسيط في ابنها بتعمل ايه؟ بتصرخ وتلطم و تبقى عايزة انها تفضل تحضنه لغاية ما تطمن عليه. الام قمة التضحية والوفاء والاخلاص والتعب، ممكن تعمل كده؟ كل دي علامات استفهام في هذه القضية. احنا عندنا حاجة امبارح وانا بشوف محمد صلاح مع ليفربول، وانت بتشوف لسه طول ما الجماهير الانجليزية بتهتف مو صلاح مو صلاح، وانت يعني حتى مشاعرك بتتأثر ان عندك نموذج وشاب ناجح بهذا الشكل، وليفربول بثلاث مباريات اصبح بطلا للدوري الانجليزي في بداياته. نتمنى ان شاء الله ان محمد صلاح يحقق معه بطولة هذا العام، بالاضافة الى انه محمد صلاح ينتظر بطولة كمان خاصة، وهي انه يبقى احسن لاعب ان شاء الله. محمد صلاح القيمة الكبيرة كتب منذ ساعة ونص او ساعتين او اقل، التويتة اللي هتشوفوها على الشاشة. الطبيعي ان اي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي. لا أدري لماذا كل هذا، أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟ ده محمد صلاح واتحاد الكرة. إحنا كان عندنا معركة مع اتحاد الكرة قبل كده،
وقلنا انه هذا الاتحاد لا يجب انه يستمر، مش عشان تويتة صلاح قبلها. طب فين التقرير اللي عمله اتحاد الكرة بعد فضيحة صفر المونديال؟ مفيش. فين التقرير اللي عمله المدير الاداري ايهاب لهيطة اللي فيه تجاوزات حصلت، هما نفسهم قالوا فيه تجاوزات وسيتم ايداعها في التقرير؟ اختفى. ليه اختفى؟ علشان اللي هو يعني اقفل بقى الباب ده، هنحاسب بقى اللعيبة اللي خالفت القواعد، هنحاسب الإداريين، هنحاسب الاتحاد. طول ما مفيش باب للمساءلة والمحاسبة توقع دايما صفر، يعني لا تتعشموا خيرا في هذا الاتحاد. ولهذا الاتحاد الفاشل اتحاد هاني ابو خيبة هو اللي جاب المدير الفني الجديد اللي فيه علامات استفهام ايضا تتعلق بتحقيقات تتم معه، تتعلق بتلاعب في نتائج، يعني ممكن في اي لحظة يتم ادانته فيها وتفقد فلوسك. وبغض النظر عن كل ده، اتحاد فاشل بهذا الشكل يا جماعة كيف يمكن ان يستمر؟ وإذا المسألة متعلقة بأن الدولة طبعا لا تستطيع أن تتدخل، لكن المسألة متعلقة بإرادة شعبية، هي مش محتاجة تدخل دولة. يعني اتحاد فاشل، فشل، لم يساءل، لم يحاسب، مفيش حد يتحاسب خالص. فضيحة صفر المونديال مفيش حد يتحاسب فيها. مصر وبنما الدولتان الوحيدتان اللتان حصلتا على صفر في المونديال ولا نقطة. بنما كانوا عاملين احتفالات انهم لأول مرة في حياتهم يشاركوا في كاس العالم، دولة عدد سكانها قد حي شبرا، فكانوا مبسوطين انهم شاركوا في كاس العالم. مصر بقيمتها وقامتها خدت صفر في هذا المونديال، صفر في كل شيء، أداء، نتيجة، أخلاق، إدارة، كله. ومع ذلك لم يساءل هذا الاتحاد، لم يحاسب، ووعدنا بأن في تقرير هيقدم. فين هو؟ مفيش أي تقرير هيقدم. ليه؟ لأن مفيش حد بيساءل ولا يحاسب، ولأن هو عارف أنه لو فتح باب المساءلة لأصغر لاعب وإداري هيحاسب فيها كمان رئيس الاتحاد، فيقولك اقفل باب المساءلة. وهذا الاتحاد الفاشل هو اللي يجيب مدير فني، هو اللي هيضع السياسات المستقبلية. يبقى اتحاد فاشل بيجيب مدير فني ومفيش حد حاسب هذا الاتحاد. عشان كده محمد صلاح اللي هو يعني احنا يعني بنكسب بمحمد صلاح، الأداء بمحمد صلاح، ما عندناش أداء، عندنا أداء تكتيكي كان بيلعب بيه كوبر ويقول لك إنه بنقفل كويس، فلا بقى الأداء تكتيكي، لا عملنا أداء ولا نتائج، وما عندناش إلا محمد صلاح بوضوح شديد، وما عندناش نتباهى ونفخر بيه إلا محمد صلاح. وبدلا من حل مشاكله، شيء مؤسف جدا انه محمد صلاح يكتب هذه التويتة اللي بتعبر عن سلسلة مشاكل، لانه قبل كده كتب تويتة ايضا متعلقة بالمشاكل اللي حصلت، واضطر اتحاد الكرة يتراجع بعد ان تدخل الرئيس السيسي، لان محمد صلاح قيمة، والرئيس هنا بيحافظ على هذه القيمة ويحميها. هو احنا عندنا كم شخص يمكن ان نتباهى ونفخر به في مجالات مختلفة؟ الرياضة بتختصر كل المسافات والمساحات، العالم ربما يتحدث عن لاعب مصري. هتاف مو صلاح اللي شفناه امبارح بشكل كبير جدا، محمد صلاح بعد ان سجل هدف ليفربول ووضعه على قمة الدوري الانجليزي 9 نقاط من 3 مباريات، يعني لم يخسر نقطة واحدة، أداء مبهر، الناس بتحبه جدا لأدائه ولأخلاقه ولعطائه، يعني يمثل مجموعة من القيم. يعني ليه نغضب محمد صلاح؟ طب انت أغضبت كل المصريين وفشلنا في صفر المونديال، وما عندناش إلا كنز واحد ووحيد هو محمد صلاح،
ليه نوصله لهذه الحالة؟ وبعدين الاتحاد هو اللي ما يردش على محمد صلاح، الاتحاد الفاشل ده، يعني اتحاد هنا ابو خيبة هو اللي ما يردش على محمد صلاح، اللي هو محمد صلاح هو ده بقى هاني ابو هيبة وابو فخر، يعني هو ده محمد ابو هيبة وابو فخر وابو نجاح وتفوق. فمحمد صلاح يخاطبهم، واضح انه من التويت انه اكثر من مار بيتكلم معاهم يخاطبهم ومفيش حد بيرد عليه. لا عندنا مفهوم يتعلق بصناعة النجم ولا الحفاظ عليه ولا حمايته، وما عندناش اللي هو زي ما البرتغال بتعمل مع رونالدو، شوفوا بيعملوا ايه معاه، وزي ما الارجنتين بتعمل مع ميسي برغم كل الهزائم اللي تحققت في وجود ميسي، لكن بيعتبروه ايقونة ورمز للبلاد. محمد صلاح بيتم التعامل معاه بتجاهل، زي ما تم التعامل مع كل المصريين بتجاهل شديد في صفر المونديال. لا تحقيق، لا مساءلة، لا محاسبة. اتحاد فاشل ولسه قاعد في مقعده، اتحاد لم يحقق إلا صفرا ولسه موجود ومفيش حد حاسبهم وبيضعوا السياسات المستقبلية. يعني لو في حتى حياء أو خجل، لو في ذرة كرامة عند هذا الاتحاد كان قال والله يا جماعة لقد قدمنا كل ما لدينا، فشلنا، سنفسح المجال أمام غيرنا إن هو يتقدم ويضع سياسات جديدة وإحنا حننزوي قليلا يعني. لكن الاتحاد الفاشل لم يفعل ذلك، ويبقى عندك الرمز الناجح الوحيد كمان عايز تغتاله نفسيا ومعنويا. يعني اتحاد حقق صفرا وما عندناش الا صلاح، تعالوا اقتلوا صلاح نفسيا ومعنويا. ويبقى اللاعب الوحيد اللي بيرفع اسم مصر عاليا، لو تشوفوا امبارح الهتافات كلها على الفرعون وصور صلاح في المدرجات ومو صلاح، يعني اكثر دعاية يمكن ان تتحقق مش لمصر بس، وللعرب وللمسلمين، لانه نموذج بيقدم الصورة الصحيحة للإسلام بأخلاقه وبعطائه الإنساني، نموذج مبهر. هتنتظر إيه من اتحاد فاشل؟ اغتال المصريين نفسيا بالهزائم المخيبة للأمال بصفر المونديال، وكمان بيغتال محمد صلاح اللي ما عندناش إلا هو للأسف الشديد. مين يحاسب الاتحاد الفاشل؟ فين التقرير اللي الاتحاد الفاشل قال هنضع فيه كل اللي حصل؟ مفيش تقرير، هيخبوه وهيخفوه ومش هيعملوه اصلا، لانه الحقيقه لو في مساءله او محاسبه الاتحاد مش هيبقى في مقعده. يعني هنظل نقول ان اتحاد هاني ابو خيبه لا يمكن ان يستمر، ومن المخجل انه بعد ان اغتال كل المصريين نفسيا ومعنويا في كأس العالم يغتال الآن محمد صلاح نفسيا ومعنويا، وهو الكنز الوحيد الباقي والمتبقي إلينا. خلينا قبل ما نطلع فاصل، احنا امبارح كنا استعرضنا قضية محمد الشاب، وكان اتصل بينا اكثر من شخص كانوا عايزين يلاقوا شغل لمحمد، وانا الحقيقة قلنا لمحمد لو انت الولد عنده عفة نفس وعنده عفوية وتلقائية، عامل الامن وموظف الامن اللي عثر على 100,000 جنيه في مستشفى محمد جمال، نموذج للامانة، عفويته البسيطة، بيقبض 1,000 جنيه في الشهر، ومع ذلك لم يطمع في شنطة فيها 100,000 جنيه، ولم يضعف، لم يتسلل إليه الضعف البشري المرتبط بمشاكل الحياة وهمومها وأحوالها المعيشية. شاب بقمة الأمانة والشهامة وجد الحقيبة واداها لإدارة المستشفى، والمريض كان معانا على الهوى اللي هو عايز يعالج ابنه، هيعمل لابنه عملية، وقال انا
ان يعني انتوا مش عارفين انا جمعت الفلوس دي ازاي عشان اعمل عمليه لابني. ولما ما لقاش الفلوس طبعا الراجل كان بيموت موت بطيء يعني، فكان ممكن ما يبقاش بس ابنه اللي عايز عمليه، كان ممكن هو كمان تحصل له حاجه اذا لم يجد الاموال يعني. لولا امانه محمد، الامانه تبقى، ومحمد ببساطته دي يعني محتاج يعني حتى لما جه الاب صاحب الفلوس يقول له خد نسبتك، النسبه اللي بيتم اعطائها ومنحها لمن يعثر على اموال بشكل تقليدي يعني، هو قال لا دي فلوس مريض كان يتعالج بيها وانا اديت واجبي. محمد جمال في نموذج تاني كمان اسمه ده رضا احمد ساعي بريد في البحيرة. رضا قضيته ايضا انه الحقيبة فيها 40,000 ريال و12,000 دولار. هنا يا جماعة تعالوا نرسخ مفاهيم الامانة وشوفوا ازاي الامانة يمكن انها تنقذ عائلات وتنقذ بشرا وكمان بتنقذ صاحبها لانه ربنا هيعوضهم خيرا يعني. ده رضا احنا شايفينه على الشاشة، ورضا معانا هيقول لنا الواقعة. هو في مكتب بريد أورين. أستاذ رضا أهلا بيك. تمام ازيك يا باشا، بشكرك على أمانتك. أنت يعني تقدم نموذجا طيبا في المجتمع، أنا قلت نحييك عليه. قول لي يا رضا إيه اللي حصل بالظبط؟ إزاي وجدت الحقيبة يعني؟ اللي حصل يا باشا احنا كنا رايحين الشغل الصبح الساعه 8. فيه موقف تكاتك كده على الكوبري بتاع البلد بتاعنا. واحنا ماشيين كده مش حقيبه ولا حاجه، احنا لقينا الفلوس دي محطوطه كده مرميه على الارض كده، معموله في استك ومرميه على الارض، ورق ب 500 ريالات 40,000 ريال و 5,000 دولار برضك ميات، ورق ميات. مرميه فين يا رضا؟ في وسط التكاتك كده، وسط التكاتك وقلب التكاتك واحنا ماشيين. او ومحدش واخد باله منها؟ لا 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 مفيش اي حد، لو توك توك لقوها ما كانوش هيردوها تاني. يعني واضح حد كان راكب التوك توك ونزل من التوك توك. هم حطوهم على الفاضي، هو دي حطهم كده حطهم على الفاضي. جلابات الفلاحي، هو كان لابس جلابيه فلاح ودي حطهم على الفاضي. كان واخد فلوس يعني ايه، شايل فلوس عشان عنده من اهله 5 أو 6 رايحين الحج. اي ده عشان دي فلوس الحج يعني. انا وزميلي رايحين الشغل فاحنا وجدناهم كده مرمين على الارض. عملت ايه بقى يا رضا؟ اخدناهم وبلغنا العالم ان في فلوس، احنا لاقيين فلوس بس ما قلناش كام يعني. قلنا اللي هو ليه فلوس يجي عندنا وايه يقول لنا امارتهم ويجي ياخدهم. قلت ده فين؟ قلت ده فين؟ على الكوبري في وسط الملأ كده، وفي مكتب البريد في قريه وري. يعني قعدتوا تنادوا بصوت عالي كده يعني؟ قلنا للناس اللي موجوده كلها، ونادينا في ميكروفون في جامع فرحنا برضه في وسط البلد كده، والفلوس جت معانا من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 1 بالليل. وهو من اهالي القريه؟ لا من قريه بجوار القريه. وجالكوا وخد الفلوس؟ احنا قلنا ثاني يوم يعني لو تنوا معانا لحد ثاني يوم هنطلعوا توك توك بميكروفون بواحد يلف بيه ينادي يقول اللي ضاع منه فلوس. احنا قلنا اكيد وجع من ايه، طالما مفيش حد من البلد اتكلم يبقى وجع من بره البلد. فقلنا هنطلع توك توك تاني يوم بميكروفون ينادي يلف ايه اللي ضاع منه فلوسه كده، يجي يدي امرته وياخدها. فده جه بالليل الساعه 1 بالليل اخدتها وقال قال امرته انا واخدتها وكده. وما احنا ما خدناش منه اي حاجه، ما قاعد يهزم علينا فلوس ما خدناش منه اي حاجه. طيب بحييك يا رضا على امانتك، لانك الحياة طبعا اكيد عارف الراجل ده عشان يجمع الفلوس دي، عشان هو كان حج لمين في اسرته؟ رضا سمعني؟ كان في قبض معاشاء. كان في ناس عندنا هنا عند المكتب يعني وكده، فاحنا بلغنا العالم حتى اللي كانت كلها بتاع حوالي 300 400 واحد كانوا بيجوا يقبضوا من عندنا،
بلغناهم ان فيه ايه في فلوس احنا لاقين فلوس على الكوبري. انت مرتبك كام يا رضا؟ انا مرتبي 2300. 2300 وعندي عندي ولد وبنت. ربنا يخليهم لك يا رضا. هنا طبعا لا لم يتسلل الضعف لنفسك خالص يا رضا، ما قلتش ولا ترددت، قلت دي فلوس لابد ان تعود لصاحبها يعني. وانا يعني انا ممكن كنت صورت الفلوس وصورت كل حاجه، فانا ما كانش في دماغي حاجه اصلا، يعني ما كانش في دماغي ان انا اعمل اي حاجه ولا كلام من دي. انا قلت كل ان انا هتني برضك ايه لحد ما حد يجي ياخدها، ما حد يجي خدها، كنت انا برضك هنشوف اي حد زي الاستاذ سامر عيسى او اي حد من تبع القناه وكنت هبلغه برضه. طيب انا بشكرك يا رضا وربنا يعوضك دائما، لانه اللي بيبقى هو القيم اللي انت بترسخها بهذا الشكل، واللي بيبقى هو العمل النبيل والطيب بهذا الشكل. اللي بيطمع يا جماعة الفلوس اللي انت ما تعبتش فيها تتحول الى سموم في جسدك، يعني اوعى تتخيل انها يمكن انها تكون راحة او سعادة، لا، السعادة اللي عمله رضا ده وربنا يعوضه دايما، هتفتح له الأبواب وسيعوضه الله خيرا وكثيرا عن ما قام به. في واقعة متعلقة بفيلم الديزل، لغاية ما نشوف الدعوة القضائية اللي أقيمت كمان في الفيديو ده. لو عندنا جماعة بتاع أول مرة أشوف ينادوا على فيلم وكأنه قوطة يعني او خضار وفاكهه، يعني بينادوا على فيلم في بالميكروفونات في السينما، يعني مش موجود عندنا، معقول؟ طيب هنجيبه لكم بعد الفاصل، بس قبلها كان في احد المحامين قدم بلاغا ضد فيلم الديزل، هو الاستاذ ايمن محفوظ، وهنحاول نجيب كمان الأستاذ محمد الجندي محامي الفنان محمد رمضان، وافهم أولا من الأستاذ أيمن محفوظ. أستاذ أيمن معانا؟ أستاذ أيمن، أستاذ أيمن، أهلا يا فندم، كل سنة وأنت طيب. سلام طيب علي الباشا، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. قول لي، قدمت بلاغا ليه ضد فيلم الديزل؟ انا ما قدمتش بلاغ، انا قدمت انذار على يد صاحب السيد رئيس الرقابه على المصنفات الفنيه بصفته. ليه؟ ان الفيلم اكتشفت فيه ان فيه اكتشفت فيه حاجات يعني مش لطيفه، زي مشاهد العنف اللي كانت موجوده فيه، زائد ان كان فيه اشاره كده، شويه مشاهد كده على جنب ما لهمش اي لازمه ولا لهم علاقه بالدراما ولا حاجه، بتقول ان رجال الامن بيتعاونوا مع المجرمين ويساعدوهم ويتسطروا على الجريمه، لدرجه ان البطل في الفيلم بيقتل اكتر من 20 30 واحد، وفي اخر الفيلم مفيش سيئه للشرطه المصريه، واحنا دلوقتي في ظروفنا دي ظروف صعبه. بيقتل 20 30 واحد وفي نهايه الفيلم مفيش مساءله، يعني مفيش مساءله. وانا اكتشفت كمان حاجه، يعني حتى ان المشاهد اللي البسيطه ديت ملهاش اي دور في ولا ليها دور في السياق اطلاقا، حتى كمان يعني لو كان ليها اي تاثير في الاحداث لا. فطلبت من السيد رئيس هيئه الرقابه على المصنفات الفنيه بصفته ان هو يعزف هذه المشاهد اللي بتمثل صوره من صور العنف الشديده وصوره من المحاكاه طبقا للقانون، انا ما تعديتش القانون. شويه مشاهد عنف زياده انا بقول يقللها، وزائد المشاهد اللي هي تعاون الشرطه مع المجرمين وجعل المجرم في صوره البطل، دي ده شكل يعني ما يصحش ويسيء للشرطه المصريه طبعا يعني يا فندم. وانا حريص على بلدي وحريص على شرطتي. ايوه، البعض هيقول لك ده عمل فني، خلينا نوب بس، البعض هيقول لك ده عمل فني ولا يحاكم بهذه الطريقه. يعني يا فندم احنا اتكلمنا قلنا ان الابداع لا يتعارض مع حقوق الوطن، ايه الابداع؟ ان مشاهد ليست في السياق على الاطلاق، واللي شاهد الفيلم ياكدوا هذا الكلام، مشاهد مجتزئه ومقتره من الفيلم على الاطلاق. فجاه نلاقي الضابط
قاعد مع البطل ويقول له انت مجرم وسوابق وتساعد، وكمان بيذكر احد الجهات السياديه في الفيلم بشكل مباشر ان هم بيتعاونوا مع المجرمين من يعني طبعا، ومش شايف ان ليه دور يعني الكلام ده ملوش اي دور. والمجرم اللي وبعدين ده يا فندم القانون بيقول ان المشاهد دي لا يمكن ان تكون، انا بتكلم باسم القانون، المشاهد دي لا يمكن ان تكون في اي عمل فني مصرح به من الرقابه لانها تمثل المحاكاه. ثانيا رحت فين يا استاذ ايمن؟ ايوه يا فندم. اتفضل. شكل الخمره كل جازة الخمرة او كاس الخمرة او بيتعطى الخمور في جميع مشاهده بلا اي داعي. انتوا بتصدروا لشبابنا ايه؟ ان الخمرة هي سبيل للوجهة وسبيل للتفكير السديد. طيب يعني انت شايف ان هي نفس التوليفة اللي بيشتغل عليها محمد رمضان على طول، يعني البلطجة و هي 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 نفس التوليفه ونفس الخلطه يعني. وكمان ايه بالتعاون مع السبكي، يعني السبكي ومحمد رمضان هينتجوا لنا ايه؟ وكمان انا الفيلم في اطاره العام الى حد ما جيد. ما انت ما يعني ما انت داخل محمد رمضان هتشوف ايه؟ سعد زغلول يعني يا استاذ ايمن، عبد الله النديم، صوره من صور البلطجه والافيهات الغير لطيفه. احنا بنفضل ايه لشبابنا وبنفضل ايه لمجتمعنا وبندي صوره ليه عن مجتمعنا المصري ان هو صوره من البلطجيه والقتله؟ وازاي في اخطر من كل ده ان صفوه المجتمع بيتسلوا يعني انا مش عايز احرق الفيلم، ان كمان مصدرين ان صفوه المجتمع والكريم شانتيه بتاع المجتمع بيتسلوا بقتل الافراد الناس الغلابه في المجتمع. يعني انت بتصدر لي ان الخمره شيء اساسي في حياه الناس الصفوه، مصدر لي مشاهد عنف، مصدر لي ان الشرطه بتتعامل طيب مع المجرمين وتتستر على الجرائم، مصدر لي كمان ان صفوه المجتمع كل دورهم في الحياه ان هم يتسلوا بالناس طيب الغلابه. انا بشكرك. قبل ما نشوف الحادثه نشوف بس الحادثه البشعه اللي هي المتعلقه ايضا باغتصاب طفله على يد رجل عجوز في الدقهليه. يا جماعه مش ممكن حجم الجرائم في الايام القليله. طبعا الجريمه موجوده، ما بقيت الحياه في الخير والشر، طالما في حياه يبقى في الخير والشر. بس قبل التعليق دي عايز بس يعني مشكله النمطيه، احنا كنا بنتكلم وانا دايما بقعد اقول ده محمد رمضان موهوب ولكن هو بيدمر نفسه بنفسه. يعني النمطية هو خلاص المنتج يقول لك والله انت بتنجحش الا في البلطجي اللي بيبلطج وشوية بلطجة في الفيلم وبتاع وشوية ايرادات، لكن في النهاية الرصيد هيبقى ايه؟ هيبقى صفر. يعني انت لو شفت النمطية يعني ايه؟ النمطية يعني الادوار المتشابهة، يعني اللي هي نمط واحد، اللي في النهاية لما تقعد بعد 10 سنين 15 سنة، وانا قلت قبل كده لما تقعد دلوقتي عايز تشوف احمد زكي، والله لو عاوز شوية تشوف اكثر من مضمون مختلف، ده انت عندك البريء وزوجة رجل مهم وعندك الهروب، وعايز تشوف بقى يعني ناصر 56، عايز تتنوع ما بين، شوف احمد زكي ازاي وعادل امام ايضا واحة. هو ليه عادل امام بقي على القمة منذ السبعينيات من القرن الماضي حتى الان لم يحدث ابدا لفنان؟ بسبب التنوع في الاداء، لم يسقط في فخ النمطية اللي هي الأدوار اللي شبه بعضها اللي هي تيمة واحدة. أنا هشوف محمد رمضان هنا زي هنا زي هنا زي هنا، هو البلطجي. فالنمطية دي في النهاية تبقى الحصيلة إيه؟ صفر. لأنك مش هتقعد بعد 10 سنين تقول لك والله هات لي يا ابني فيلم عبده موتة كده شوفه، هات لي الديزل، هات لي الألماني، وكله شبه بعض يعني. وهي بلطجة زي ما قلت قبل كده بتتعامل معاها بالظبط زي الكلينكس، المناديل الورقية، تستخدمها مرة واحدة ثم تلقي بها في
سلة المهملات يعني ما لا 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 لا, لا تبقي أثرا يعني. مش هتقعد تشوف رشدي أباظة في الرجل الثاني ولا في بيتنا رجل ولا في الأفلام المتعددة والمتنوعة والمختلفة. التنوع حديقة فيها ظهور بألوان مختلفة ومتنوعة. وبنسمع بس في النهاية عن جهية ونمبر وان وخناقات. لا مش هي دي القيمة اللي بتبقى ولا هو ده رقم واحد. في النهاية كل ده زي ما بقول لكم يعني مناديل تستهلك لمرة واحدة وتلقي بها بعد ذلك في سلة المهملات. نفس النموذج اللي لا يتغير. كيف يمكن أن ننشر البلطجة في المجتمع بهذا الشكل؟ الست الطفلة اللي عندها 13 سنة أيضا الكم الحوادث اللي بتحتاج زي ما قلت لكم في الأيام القليلة الماضية الجريمة موجودة بس في أوقات كده لما تلاقي في معدلاتها هنا المشاكل مش معظمها معيشي يعني لأن دي طفلة وده راجل كبير يعني مش بقى اللي هو هيقول لك الاغتصاب واصله الجواز متعسر ولا ولا هيقول لك ده لبسها والخلاعه وال لا ده متعلقه بانهيار اخلاقي وقيمي بشكل لا تتصوره ولا تتخيله. والطفله دي يعني هتبقى زي يعني حفيدته ومع ذلك تبقى في جريمة وحشية بهذا الشكل. سلسلة الجرائم الوحشية في الأيام القليلة الماضية وللأسف وإحنا في عيد يعني وبنعيش أجواء العيد كانت كبيرة بمعدلات بتحتاج تاني زي ما بقول لكل المؤسسات المعنية بالتحليل النفسي والاجتماعي للمجتمع والمؤسسات المختلفة يعني بما فيها من إعلام وبما فيها أيضا من مثقفين ونخبة وكتاب نحتاج لتحليل نفسي واجتماعي عميق لهذه القضايا. عجوز اقترب عمره من 70 تجرد مشاعر الإنسانية وأصبح ذئبا بشريا همه الوحيد إرضاء غرائزه فبدلا من أن يجعل أيامه الأخيرة في حياته كلها لله فقد تحول إلى رجل مطلوب لحبل المشنقة. الواقعة تمت بين في واحد عمره 65 سنة تم اكتساب شد طفلة عمرها 12 سنة بسمة اللي هي موكلتي وشدها داخل بيته لأن هما جيران وقام باغتصابها وطبقا لما ورد بتقرير الطب الشرعي لطب شرعي المنصورة بأن البنت تم شيل فض غشاء البقارة مما أدى إلى نزيف ليها نتيجة هذا المواقعة وهذا الاغتصاب التي تعرضت له. هو شد من إيده قدام أبو سمر مش وخنت بيه مش وعمل حاجة وحش هو راجل كبير من السن. ثم في واحد كمان اسمه رضا وعمل حاجات وحشة في الدكان. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فهم يا رب سمعني منهم يا رب. الشنقة عندي واللي يعملوا يعملوا يشنقوا قدامي كده بالدنيا دي كلها يعني. مش متصورين ان الراجل جار وجار وزميل جدها وكان مع جدها في شركة واحدة ومع بعضهم أي منين مع بعضهم وجار وراجل جاره يعني راجل جاره يعني المفروض يخاف على جاره والنبي عليه الصلاة والسلام وصى على 7 جار. وأنا كنت أتبنى أنه يعني أنا عن نفسي مش في دماغي ولا مش مصدق الموضوع ده. أنا جيت يوم جمعة عند العشاء بالظبط والدتي بتقول لي حصل كذا 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 أنا مفيش كلام معي لقيت مش قادر أمسك أعصابي نزلت الشارع واحد صاحبي قال تعالى انا عاوزك حكي لي الموقف بالظبط سمعت الموقف انا مفيش معايا نقطه دم عاوز انا امسك الراجل ده موته بس انا قلت اخش على القانون الاول يعني كده حرام بامانه كده حرام طفله زي دي يحصل في حاجه زي كده حرام
محدش يرضى على حد ولا على بيت ولا اي حد. احنا عاوزين حقنا يجي لنا بالقانون مش اكتر. حقنا ما جيناش بالقانون احنا نقف ناخد حقنا. احنا مش صغيرين ولا الكلام ده. احنا نقف ناخد حقنا بس احنا ماشيين قانوني. استكمالا لموضوع محمد صلاح هو وكيله رامي عباس كمان عمل تويتة تانية بتوضح يعني مضمونها يعني ان احنا طلبنا بضمانات تتعلق برفاهية محمد صلاح اثناء وجوده في المنتخب الوطني يعني راحته يعني يبقى مرتاح ازاي وضمانات كيف يكون صلاح مرتاحا يعني وفي حالة ارتياح نفسي. وده اي نجم محترف بقيمة صلاح مش مطلوب ان هم يقولوا ده على فكرة. ده لازم اتحاد الكرة يقول احنا كيف سنتعامل مع صلاح. لكن الاتحاد الفاشل هتتوقع منه ايه يعني. والتأكيد بان انتهاكات حقوق الصور لن تحدث مرة اخرى. هذا كل شيء لذا عليهم الرد. يبقى من الواضح ان كان في مشكلة متعلقة بحقوق الصور ومتعلقة بفكرة استغلال محمد صلاح وفكرة عدم راحته عموما يعني. يبقى الراجل كان بيعاني من انه مش مرتاح وانت ما عندكش اللي هو. اصل بعض الناس ممكن يطلع يقولك ايه هو محمد صلاح متضخم قوي ليه علينا كده ولا لا. ده بيطالب واذا ما عملش كده محمد صلاح يبقى الحقيقة هو مش عارف يدير نفسه حتى كلاعب. وصل الى محمد صلاح الان من احسن 5 لاعبين في العالم. ولما تشوفوا انخفاض مستوى ميسي ورونالدو امبارح في الصحف الايطالية كلها بتتكلم عن المستوى الهزيل لرونالدو انه المبالغ الضخمة التي دفعت فيه لا تساوي قيمته. انه يبدو ان كبر السن رونالدو 33 سنة. يبدو ان كبر السن خلاص يعني افقد رونالدو قيمته وبريقه. ميسي كمان بيتكلموا في الصحف الاسبانية عن انخفاض الاداء بشكل. ميسي في مباراة الامس ما فيش لمسة لها قيمة يعني. وانخفاض مستوياتهم يخلي محمد صلاح خلال الاسابيع القادمة يعني يبقى من احسن 2 أو 3 لاعبين في العالم ان لم يكن هو افضل لاعب في العالم في المقدمة. فاذا ما عملش كده وما قدرش نفسه بهذا الشكل يبقى الحقيقة هو مش فاهم قيمة نفسه يعني. دي معايير اللاعب هنا بيتحول الى مؤسسة. فمحدش يقول ايه هو صلاح متضخم ليه. ده هو لازم يبقى مؤسسة. ولازم ندير هذه المؤسسة. لكن اتحاد كرة مش عارف ازاي يتعامل مع لاعبين بيصوروا نفسهم في الاوض يعني عشان ياخدوا $1,000 و$2,000 يعني. اتحاد كرة في منظومة فاشلة ومنهارة اودى بنا في النهاية الى صفر. ما الذي يمكن ان تتوقعه منه؟ قبل ما اطلع فاصل كمان مشهد سرقة الماشية في عربية ملاكي علشان محدش هيشك فيها هيخبيها جوه. مشهد احنا كنا جبنا لكم حلقة قبل كده. دي واقعة تانية. دي في كفر الزيات. الاولى كانت فينا هو بيدخل الجاموس ولا البقرة بيدخلها على طول في العربية الملاكي في الكرسي من الخلف وينطلق. حج خميس معايا. عم خميس اهلا بيك. عم خميس استاذ وائل. دي البقره دي بتاعتك ولا دي جاموسه ولا بقره؟ دي بقره استاذ وائل. بتاعتك؟ لا دي في قريه من جورة يا باشا. احنا بعد جورة. انت فين؟ انا من مركز كفر الذات يا باشا.
ايه بقى المشهد ده؟ المشهد اللي في الفيديو ده باشا في قريه مجاوره تبع مركز كفر زاد الغربيه، قريه بلشيه. سامع. تم وقعت السرقه بالمنظر اللي انت شايفه حضرتك في الفيديو ده. دي كاميرا صورت قدام قدام الواقع بتاع السرقه. بيحطها ازاي في العربيه الملاكي كده؟ بيبقوا شايلين الكرسي اللي ورا باشا ومعاهم ساعه كهرباء بيكهربوا الماشيه من ورا، بان الكهرباء بتروح مات على طول في الكرسي. وياخدها. هل الفيديو وضح فيه وجوههم باينه اهو، تم القبض عليهم؟ لحد الان مفيش اي حد قبض عليها باشا. طب يا جماعه ركزوا على وشهم شويه كده، اخدم العداله يا استاذ اشرف، ادي كده اخدم العداله. هو هيلف بعد شويه. حاجه عجيبه قوي، انا حاسس انه ممكن يحط فيل بعد كده. والاربعه كمان ركبوا مع البقره بعد كده، يعني ممكن يخبوا فيل في ياخدوه من حديقه الحيوان ويخبوه في عربيه زي دي وينطلقوا. يعني هو ده جزء من وشه، يعني ممكن، مش واضح، بس طبعا اللي عارفه هيقول ده مخيمر، ده فلان اهو. اوعى تكون عارفه وما تبلغش اهو. وده معاه صاحبه اتنين اهو، يعني اللي عارفينهم هيبقوا التوصل لهم سهل. ساعد العداله، اخدم العداله، لا تتقاعس، لا تتباطأ، دي فلوس ناس يعني. عايز تقول حاجة تانية يا عم خميس؟ سمعنا استاذ وائل؟ سامعك، اتفضل. احنا في قرية مجاورة بعد منها بندل بثلاث شهور بالظبط، دخلت علينا نفس تشكيلة عصابة كبير. واضح ان ده منتشر يعني. يا باشا سرق من ثلاث أسر وأنا واحد من ضمن الثلاث أسر. اتاخدت منك ايه؟ مني من عندي حتتين، عجل وبقره، وواحد ثاني بقره وجاموسه، واحد ثاني عجل بقر كبير وبقره وعجل صغير يعني. وبنفس الاسلوب؟ نفس الاسلوب، بس ده كان بالليل بقى استاذ وائل، خدوهم من قريه وحملوهم من قريه مجاوره. وعملت بلاغات وثلاث محاضر، رقم المحضر الاولاني عملتهم في اسم ايه؟ واكيد لما الناس في اسم ايه؟ اسم مركز كفر الزيات استاذ وائل تبع محافظه الغربيه. اسم ايه؟ مركز كفر الزيات. مركز كفر الزيات محافظه الغربيه. طيب بشكرك الف شكر. انا واثق ان وزاره الداخليه هتهتم، لانه طبعا دي في النهايه بتبقى فلوس ناس يعني، بيبقى دي ثروتهم وراس مالهم يعني. هطلع فاصل، بعد الفاصل هنشوف مجموعه لجرائم التوك توك وهنناقش القضيه دي، خاصه ان في وزير التنمية المحلية كان أطلق تصريحات متعلقة بتنظيم التكاتك. التكاتك متهمة اتهامات عديدة ومختلفة، تشويه شكل مصر، استخدامها في الجريمة، اتحولت إلى دويلة داخل الدولة. لكن في الجانب الثاني في ناس بتدافع عنها بشدة، انه مع التكاليف واعباء الحياه التكاتك مهمه، وسائل الانتقال في بعض المناطق ما ينفعش فيها الا التكاتك، كمان هي مصدر دخل للكثير من العاطلين اللي ما كانوش لاقيين شغل فجابوا توك توك واصبح مصدرا للدخل بينفق على عائلات يعني. طب نعمل ايه؟ ما بين مؤيد ومحتج هنناقش هذه القضيه. انا رجعت ثلاث مرات والله، ثلاث مرات.
ولا مالي ولا مالي تمن التوك توك غالي الزبون بجنيه والست بنص جنيه ده كده 10 جنيه يا باشا كده اول مره تركبي مشوارك كده 10 جنيه مش عاجب حضرتك اتفضلي انزلي التوك توك دلوقتي تقريبا اي واحد عنده وظيفه في شركه لها دخل خفيف ممكن يسيب الوظيفه ديت وبيقول انا افضل ان انا اشتغل في توك توك يجيب لي دخل كريم يعيشني. في ظل غياب رقابه الدوله الفاعله على هذا الشان وعدم وجود رؤيه للمستقبل تسبب في مشكله كبرى ان الصبيان الصناعيه اللي هم بيبشروا مهنه بليا ده بتاع اختفى. اشتغلت في كل حته ومش لاقي شغل. انا اصلا فرن يعني فرن فرنجي. بنقول يا رب احسن ما نشتغل بالحلال احسن ما نمد ايدينا لحد ولا حاجه. ساعات بروح ب 50 ب 70 على حسب سير ربنا. انا صنايعي جزار اصلا فسيبت الشغل وشغال على توك. شرب مخدرات فيه، في ناس بتبيع مخدرات بالتوك توك، في ناس تطلع تسرق فيه. ماشي انا وواحد صاحبي رايحين نركب من الموقف اللي هنا. ففي توك توك كان واقف على جنب، فاتنين مره واحده نزلوا من التوك توك، واحد معاه مطوه مسكني كده بيقول لي لو اتكلمت اعورك. مرة واحدة يعني نطش التليفون من جيبي بسرعة ويا دوبك في ثانية لقيته في جوه التوك توك اللي هو كان جاي فيه. واحد خد مني فلوسي خد بعضه وجري، جريت وراه مسكته نفسه ضربته وهو كان طول يعني حاجة طول يعني بمعنى صح خربشني بضوافره رحت انا مخربشه برضه في وشه بضوافره برضه. التكاتك التكاتك ولا ليها ترخيص ولا ليها أي حاجة عشان نعرف نسيطر عليها. كلمة عنادية دي ممكن تكون على شخصيتي والفينش والحاجات في المكان ده بحب المكان بتاعي بنفنش. عايز يعني لو شانا بروع على المكنة لو شانا بروع على المكنة يعني عادي. والزبون برضو يعني حاجة برضو تكون انت قاعدة مستريحة فيها برضو انا عشان احب القعدة فيها ما ملش بس يعني. طب مفيش حاجة تبعك يا محمد مفيش حد تبعك يا محمد يابا يابا انا همسك انا صباح الصباح يا نهار يا نهار اسكندراني غاوي الروايه مؤهلي بكالوريوس هندسه مرايه بجوده. توك توك دوت انا شغال عليه بتاع واحده عندها اربع عيال وانا بعونها وبعون نفسي. توك توك ده يعتبر الملاكي بتاع الغلبان. المفروض ان وزاره الصناعه ادت للتكاتك دي تصريح انها تتجمع. اول حاجه لازم تكون حصره على الاعداد اللي بتتجمع قد ايه، انها بتيجي من الهند مفكوكه وبتتجمع. لازم المفروض ان احنا نعمل رقم للشاسيه التوك توك، يبقى لازم في رقم للشاسيه ورقم للموتور ولازم التكاتك دي كلها تسجل. لما هم مش عايزين التكاتك من الاول نزلوها ليه مصر؟ مصلحه ليهم ان التكاتك ترخص، ان هو لو اخذ 500 جنيه كل سنه فوائد من التوك توك هيبقى مصلحه للبلد. مفيش ترخيص يا فندم، يفتحوا لنا ترخيص يقولوا بس يا ترخيص وانا اول واحد اروح اخبط على الباب واقول لهم انا موجود رخصوا لي عشان انا تعبان نفسي امشي سليم زي بقيه الناس مش عايز اشوف امين شرطه اجري منه. الحكومه كان ليها دور في التغاضي عن علاج هذه المشكله او وقفها من بدايتها. هيئه مفوضي الدوله طلبت الحكومه انها تلغي تراخيص التوك توك دي. التوك توك لو ترخص اولا هيدخل ضرايب واحنا في ظل اقتصاد يعني متعافي وليه موارد منصوص عليها في التشريع، هيدفع ضرائب وهيدفع رسوم وهيدفع فحص فني. انما التوك توك عشان يقف يبقى البيت وقف. الظاهره دي ظاهره تسيء لمصر وتسيء للوجه الحضاري اللي احنا بننشده لبلدنا ولابد من الغائه تماما. طالب زي ما انت عايز، وجهه نظرك زي ما انت عايز، رؤيتك زي ما انت عايز،
تطالب بتعديل تشريعي، ولكن إلى أن يتم هذا التعديل التشريعي أرجوك اوعى تغلط وتطالب بإيقاف تنفيذ القانون. لا تقدر تمنع استيراده ولا تقدر تمنع ترخيصه، والتزم لو سمحت بأحكام القانون. ناحية مضايقني فمضايقني، بس هو بياكلوا عيش هيعملوا ايه؟ بيقفلوا علينا ويطلع من هنا، يروح واقف قدام مني ويتكلم ويروح منزل يمسك فيا، وكل انا قد ابوه يمسك فيا. كلهم صوابق، كلهم مسجلين خطر. معنى ان انا ارخصه معنى ان هو هيطلع في اي حته هيبقى براحته. طب اذا كان هو في الشعبيات ومبادل الدنيا، ما لقيت قبر ايه اللي هيحصل؟ لو التوك توك اتاخد لا ما يقدرش حد ياخده مني كده، ياخد رقبته. دي قنبله موقوته، مش قنبله موقوته، دي قنبله متفجره في كل لحظه من اللحظات. هو لو شفنا اخويا انا واقف معاكم دلوقتي لو جه هيعاملني بالوش، ليه ما تعرفيش؟ بنتدارى في حوار الدنيا دي احنا، بنبكي كتير وشوفنا كتير عذاب والام. يا ترخصوه يا تمنعوه، يا تشوفوا لنا شغل ناكله عيش منه. لا احسن احنا كده تعبانين. حضرتك شايفه ايه التكاتك جايه اهي عماله تقول لي لف لف ليه؟ عشان الظابط واقف قدام، عشان اول ما اخش عليها ياخدني وهيقل ادبه عليا ويلي 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 ويلي، وانا طبعا ما ينفعش افتح بقي. ليه؟ عشان ماشي غلط. ماشي غلط ليه؟ هما اللي ماشيننا غلط. يا دوبلر مرمي في الكواليس، كل يوم بصحى الصبح وانا بتقطع من جوايا، بس عامل ايه اقعد في البيت؟ انا بتقطع من جوايا ومسطع من بره، وانت يا دنيا مش فاهم. راجل خاطب عايز اتجوز، حرام اتجوز؟ حرام اتجوز يا حكومه؟ كل ما اجي افرح حبه دايما بتعذبيني. انا ان شاء الله رب العالمين على التوك توك ده على فرحي هكون عامل زف التوك توك، بس هكون مظبطه. لو لعبت يا زهر واتبدلت لحوات وركبت اول موجه في سكه الاموال، لو لعبت يا زهر واتبدلت لحوات. التوك توك مصدر رزق غير مقنن، غير منظم، في ناس خارج عن القانون هتستغل هذه الثغره. يترخص زي الموتوسيكل من غير مؤسسه، من غير ضريبه، من غير تامينات. حاليا مش مرخص، بس انا نفسي ارخص. كان عليا عايز ارخص مكانك، ممكن اروح اصرف لي 2000 3. الضرايب والرسوم مقرره وفقا للقانون حوالي 500 جنيه، ما تزيدش عن كده، لكن في تبرعات بتصدر بقرارات من السادة المحافظين، تبرع للمحافظة، بعض السادة المحافظين بيعتبروا حق له. التوك توك لازم ينحل مشكلته، لازم الأجرة تتوحد بناء على ترخيص من مجلس المدينة أو مجلس محلي أو المرور. الفئة العمرية اللي بتركب التوك توك فئات أقل من 18 سنة، أطفال، فما نقدرش نحاسبها. أنا شغال في الأواف ترخيص خطبة، والعيشة صعبة، بشتغل على توك توك مره، اشتغل على العربيه مره، اشتغل في الارض مره. بنت اتعرضت لعمليه خطف موبايل قدام البيت الساعه 9 يوم 20/1. مين الضحيه في القصص دي كلها؟ المواطن الغلبان. محافظ انا بقول وعلى الهواء مباشره مش عايز يحل. معذره بعض السادة المحافظين اعتقد خطا ان له يد في الترخيص، والساده مسؤولين المرور مشوا على كلام المحافظين. هذا خطا وذاك خطا. دي مركبه من النقل السريع، من مركبات النقل السريع، فالتوك توك يتم ترخيصه وفقا لقانون المرور باعتباره مركبه من مركبات النقل السريع في المرور، قسم المرور مختص. لو نعد ايه اللي ترخص مركبات من السنه اللي فاتت، نقول 50 100 200، انا عندي فوق ال 30,000 توك توك جامد ماشيين في فوز. ما احنا كده ما بنحلش. كانت مدينة السنبلاوين هي اللي نزلت التوك توك على مستوى الجمهورية، هي اللي بدأت في مشروع التوك توك. طبعا سألته ايه الدولة الأكبر مبيعات لك في تصدير مصر؟ ليه أنا أخلي واحد في مصر هو اللي يستورد التوك توك؟ ليه توك توك ثمنه 1500 دولار يتباع مثلا ب 35,000 جنيه؟ ده هو ده لو اتعمل في مصر ما يتكلفش 10,000 جنيه. الضابط بألفاظ مش حلوه
ليه الفاظ؟ انا امي زي امك، وانا راجل متعلم وراجل صنايعي وراجل بشتغل وراجل توك اهو. اسرع حضرتك اكتب شيكات على نفسي عشان اربي ولادي. بنروح نجدد نرتاح لهم خلف 2003 ماشي، يبقى ماشيين في امانه الله برضه بياخدونا. فلما اقول حطه في الحضانه، هذا الاجراء خاطئ. عليك ايها المسؤول ان تتحمل كافه المصاريف اللي هي بتقول عليها مصاريف الحضانه اللي بنيت على قرارك الخاطئ اللي بيخالف صحيح القانون. اي حد باي سن باي وضع بيسوق التوك توك سن لسه صغير، ما انا اعمل ايه؟ اقول له اعمل ايه وانا اعمل اسرق؟ انا ما اسرقش، انا عندي امشي اجيب الجنيه احسن ما اسرق. عليها عايزين نسيطر على الاعداد الفعليه وما تزيدش عن كده اطلاقا، يعني حتى يبقى في تجريم للي بيجمع التوك توك ده فيما بعد. مش موقوف استراد ولا حاجه، ما يقدرش يوقفه دلوقتي النهارده عشان توقف التوك توك ده وتقول انا هلغيه مثلا من الصبح، لا مستحيل. ده انت هتعمل كارثه في البلد ما حدش هيعلم مداها. يعني أنا النهاردة نقدر نقنن المستورد، عايز مش عايز هو عايزها تمشي كده بدون رقابة أو عشان ما تفحش ضرائب. ارجع وقول يا أحذر مني بقى، تحية لسه أحذر مني بقى، والكعبت في توكتوك والنسوان بتقولوا يا اللي انت غاوي صحابة، خد راسي رمضان كده صاحب، مش كل واحد ضحك لك وعك تعمله الصاحب. لا ده تكاتك منزل لي مليون توك توك في البلد، هي البلد نكسة زحمة اصلا، وسواقين في منتهى قله الادب والسفاله. انت مش تتكلم مع العيل، العيل لابس له برموده والبنت بتكون في سن 18 سنه و19 سنه ومنتهى السفاله وقله الادب. العربيه تمنها 250 و300 الف جنيه، ده اكيد التكات. هو بتكتب بقول لك مطرح ما تنكت راسك انكت رجليك. خطفوا شنطه من واحد كسروها، اقسم بالله خدت 3 شهور في الجبس. واحده ثانيه برضه ضربوها كسر لها العمود الفقري. ده ارمك كلها شويه والله. حضرتك عيال صغير اطفال، في ناس بيع اراضي كده عشان خاطر تجيب تكاتك عشان تستلزم منها. عارف تمن التكت ده كام؟ عشان اقول لك تزعيرها بمزاجهم. انت عارف تمن كام دلوقتي؟ 37000 جنيه. عارف اسوح يا الدنيا مخالفه. المرة الأولية قالوا المحافظين، بعض السادة المحافظين قال على جثتي لو رخص رغم أن القانون بيلزم. طرحت على الوزير أحمد زكي بدر لما كان وزير التنمية المحلية، بعت صورة لمحافظ الأسكندرية السابق، قلت له يا ريت نميز كل حي شعبي بلون عشان نبقى عارفين، وإن التوك توك مثلا الأزرق المنتزه، مثلا الأصفر الرمل. أنا أقضي على فوضى المسؤولين اللي هي عدم الموافقة على الترخيص، لأن القانون يلزم بالترخيص. الفوضى ليست في جانب واحد، الفوضى في جانبين، قائد التوك توك أو مالك التوك توك والمسؤول اللي بيرفض الترخيص وفقا لصحيح القانون. ده تحقيق عن دويلة التوك توك في مصر أو إمبراطورية التوك توك في مصر. زي ما قلت لكم في اتهامات بتوجه للتوك توك إنه أصبح أداة للجريمة، وإن التصقت به في السنوات الأخيرة جرائم اختطاف واغتصاب وقتل وبلطجة، كمان إنه أداة قبح تنتشر في كل ربوع مصر. اللي هو المشهد اللي احنا شفناه كان حتى الكاتب المبدع الأستاذ وحيد حامد بيسميها الفئران المتحركة، يعني اللي بتنتشر في كل محافظات مصر بالشكل اللي شفناه. وكمان الحديث عن انها خلت الناس ثابت المهن الأساسية، احيانا اصحاب المهن الحرفية والحرف الأساسية يقول لك انا سبتها وانا جبت توك توك احسن، يعني قضت على بعض الحرف. في ناس كانوا بيشتغلوا سباكين ونجارين ونقاشين وفي مهن مختلفة، قالوا بلاها وجع دماغ وتعب، التوك توك وسيلة حياة وببقى عايش في وسط الناس
وبختلط بالناس وبندمج معاهم احسن. طيب ايه المنافع على الجانب الاخر الذين يدافعون عن التكاتك؟ بيقول والله في ظل حالة البطالة فتح بيوت ناس كتير واصبحت مصدرا للدخل لعائلات كثيرة ومتعددة. في ظل ارتفاع اسعار وسائل النقل من المهم وجود التوك توك. ده الجانب التاني يعني. بيتكلموا كمان على ان الجريمة تم بتحصل مع الميكروباص وبتحصل مع كل وسائل النقل والانتقال وبتحصل مع السيارات الملاكي يعني. فلماذا تتهمون التكاتك فقط يعني؟ كل دي وجهات نظر هنناقشها مع ضيوفي، خاصة انه كمان في الايام القليلة الماضية حدثت مجموعة من الحوادث والجرائم هنستعرض معاكم بعضها، ومعانا اتنين من الضحايا فيها، فيها بقى اختطاف وفيها قتل. نعمل ايه مع التوك توك في مصر؟ نلغيه خالص ولا من الافضل ان نقننه ويبقى تحت عينينا وتحت ملاحظاتنا؟ خلونا اقدم ضيوفي داخل الاستوديو، اللواء فاروق حافظ المكراحي مساعد وزير الداخليه الاسبق. سيادة اللواء اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، تحياتي. معايا اتنين من الضحايا، الاستاذ محمد احمد والد الطفل ياسين، وهو معايا ياسين اهو. ياسين تم اختطافه وتم اعادته بعد ذلك. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك ياسين. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بقى الحالة المأساوية، السيدة نادية يعني ربنا يصبرها ويكون في عونها، هي والد الطفل قتل بعد اختطافه بواسطة توك توك ايضا. بقى في حياة حضرتك يا مدام نادية، ربنا يصبرك. على الجانب الاخر اللواء احمد رفعت عضو مجلس النواب، سيادة اللواء اهلا بيك. اهلا بيك يا باشا. وأحمد عاشور هو سائق توك توك، عشان يكلمنا عن يبقى يمثل كل سائقي التكاتك. اللواء ممدوح حسين عضو مجلس النواب، ممدوح اهلا بيك. اهلا وسهلا. سيادة اللواء خلينا ندخل في البدايه على طول، ليه بتقول الغاء ومنع؟ شوف، دي جريمه ارتكبت في حق الشعب المصري وفي حق مصر. فتح بيوت، ما هنقول ليه الاول وبعدين فتح بيوت، دي جت بعد كده يعني. حكايه فتح بيوت جايه بعد كده، انما دي جريمه. احنا بنطلع لقدام، بنتطور، الناس وصلت الفضاء واحنا رايحين نقلد بنجلاديش والهند ومش عارف ماليزيا ونجيب التوك توك ليه بدل ما نجيب حاجه راقيه؟ دي واحد. نمرة اتنين، وسيلة نقل غير آمنة، لا لها بيبان ولا لها بتاع، وتلات عجلات، أي طوبة في الشارع تقلبها. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، ركاب التوك توك غير آمنين على نفسهم. صحيح كانت في وقت من الأوقات بتمثل عملية رخيصة بالنسبة لعملية النقل، كانت بخمسين قرش وجنيه، أنا دلوقتي أصبحت زيها زي أي وسيلة نقل أخرى. يعني الخمسة كيلو بعشرين جنيه، يعني بيوديك من مسافة خمسة كيلو بعشرين جنيه. اللي هو بياخد بنزين يعني ما بقتش وسيلة انتقال رخيصة يعني. ما بقتش رخيصة اطلاقا، بل بالعكس وسيلة غير امنة، لا على الركاب ولا على التوك توك نفسه. وبعدين الجرائم اللي بترتكب كثيرة جدا في هذه التكاتك، ما بين خطف وما بين جرائم اداب. وبعدين لما انت في التقرير اللي انت عارضه دلوقتي، اللي بسوق التكاتك ايه؟ 9 سنين و11 سنه و12 سنه. وبعدين انا قعدت مع سمحت للاطفال. أيوة يعني كلهم اطفال، نادرا لما تلاقي حد كبير او الحد الكبير بيطلع ابنه يركب معاه يسوق، يعني هو يروح يقعد على القهوه يشرب نفسين والواد يركب التوك توك ويلف بيه. والله انا بقول لك. وبعدين في ناس انا اعرفهم وفي بلدي وفي في البلد ديت مصر، واحد جايب توك توك لابنه عشان يجيب مصروفه عشان ما يوجعش دماغه، فجيب لابني توك توك. بنجيب له توك توك بيجيب مصروفه يا باشا. والله قال لي كده. بقول له انت كده غلط، والولد يعني قال لي اهو يلف بيه ويجيب مصروفه. ايه ده؟
ايه الاخلاقيات اللي بقت عندنا؟ وبعدين المرور بيقول لك مفيش مركبه من غير بيبان، هتبقى امنه على الناس ازاي؟ ده تصرفات غير عاديه. وبعدين منهم لله اللي دخلوا التوك توك مصر، احد السادة الوزراء وواحد صاحب شركة عربيات كانت بتتعرض للإفلاس ولا كانت بتتعرض لحاجة، راحوا جابوا 10,000 توك توك اول مرة ب5,000 وباعوا ب12,000 اول ما نزل التوك توك. وبعد كده بقت هلم جر. يعني وصلنا لاتنين مليون. انت عايز تقول انه يعني بدايته يعني كانت قضية فساد يعني. ايوه قضية يقينا، اللي دخل التوك توك مصر ومصر الحضارة، مصر اول دولة في العالم، مصر هذه القيمة والقامة، نبص نلاقي مصر بتقلد بنجلاديش وبتقلد الهند وبتقلد ماليزيا، واحد يقول لك ده هند دولة نووية، ده مليار ونص. هو المليار ونص فيها كده وفيها كده. عشان انت اللي قلت كده في البداية قبل واحنا بدناش، بس خلينا هبدأ بأحمد عاشور عشان كسائق توك توك يعني. الكلام ده صحيح؟ عايز اقول لحضرتك ان النهاردة اصبح 50 واكتر من 50% من المؤهلات، يعني اللي بيركبوا تكاتك بيسوقوا تكاتك مؤهلات عليا. اللي بيسوقوا؟ اللي بيسوقوا تكاتك مؤهلات عليا ومتوسطة فوق المتوسطة. ما بشوفش الكلام ده. لا موجود حضرتك انت بتبص في حضرتك اساسا ما بتركبش توك توك. لا سيبك يا بركب ولا بركبش. معلش ما حضرتك بس لا انت بتبدأش ما تبقاش لا احنا سؤال ما يبقاش اول قصيده خالص. مش خلينا انا اسمع اتكلم اللي انا عايز اتكلمه بعد كده. هو ينتظر. لا هو يعبر عن وجهه نظره. لا انا بتكلم. لا ما عندوش حق في دي. لا يا باشا انا هتكلم وحضرتك رد بعد كده. ما عندكش حق في دي. ماشي انا بتكلم. انا عندي في البحيره في ابو حمص في الارياف خاصه ولا مع معوميه حتى خاصه في الارياف. لا اقسم بالله مؤهلات عليا ومتوسطه وفوق المتوسطه في البحيره في ابو حمص عندنا التكاتك حاجة لا غنى عنها. اولا انا عندي العربيات بتبطل الساعة 8 بالليل مفيش عربية لان بتبقى الركاب فردية. عندي جميع مثلا الافران محطات البنزين الناس اللي بتكون بتشتغل من الارياف تطلع المدينة محافظة اسكندرية مثلا وبيشتغل وبيجي الساعة 2 والساعة 3 بالليل ما عندوش اي وسيلة مواصلات غير التوك توك. يعني لما يتوقف التوك توك هناك لحد يتوقف الحياة طبعا تشل طبعا تشل. لما ما فيش فرن سيادة اللي هو بيضحك. طبعا لما ما فيش فرن طبعا ده انا اولا انا عايش في الارياف. أيوه. عايش في المحافظة اللي انت بتتكلم عليها. تمام. وعارف الدنيا كويس يعني حضرتك لو في ابو حمص وعايش شفت ده وشفت ده تقول لي الحياه تتوقف حضرتك. انا بقول تتوقف ليه؟ هو التوك توك قبل التوك توك كانت الحياه. انا عايز حضرتك تنزل. انا عايزك تشوف المنظر. هتلاقي كده يا استاذ لا انا عايز قبل التوك توك كانت حياه ازاي؟ كان في حنطور. كان لا مش كان فيه الحنطور ولا كان المنظر ده ست تعتقد ان هل ده منظر حضاري؟ هل ده منظر؟ بس حاجة المجتمع ما بقولك الحياة تصاب بالشلل. يا سيدي الحاجات لا تصاب ولا حاجة. انت لو شفت دول بيعملوا ايه دي والله العظيم في جرائم بترتكب يوميا من هذه التكاتك. وبعدين خناقات وبعدين تصادم مع العربيات. شايف الرأسة الحلزونية دي للتكاتك؟ ما هو سيادتك يعني هي مطلوب لها تقنين. لا تقنين ايه؟ تقنين احنا نخليها تقنين طبعا. ايه عيل عنده 11 سنه وعشر سنين مين اللي قال بيركب كلهم اهم موجودين. حضرتك ما تطرقناش لحل المشكله. اصل احنا لما يبقى عندنا حاجه فيها مشكله يعني ما نكتسهاش من جذورها. نشوف المشكله ايه ونعالجها. الغرب بيجي ورا الفاشل يظل وراه حتى ينجح. احنا عندنا مشكله يعني. ده هل دي وسيله نقل امنه؟ هل دي نص عليها المرور؟ ده انا بقول لك ان قانون المرور بيقول لك لو فتحت باب العربيه والعربيه ماشيه بتبقى امنه. يا استاذ احمد امنه يا فندم. ليه؟ انا عندي ده طوبه صغيره كده وتقلبه لو جينا ثلاث عجلات موتوسيكل. لو جينا حضرتك لمعدل الحوادث والاصابات واللي بيحصل هنلاقي ان التوك توك اقلهم. انا عندي القطارات نفسها اللي بتمشي على السكه الحديد معدل الوفيات فيها اكتر يعني طيب. نسبه عاليه جدا عندي الاسفلت. لا ما حضرتك ولا بتتكلم. انا بقول لنا خلينا مع لو احمد رفعت من هاجي لحضرتك. بس اشوف هل المجتمع يحتاج الى التكاتك ولا ستلو شايف انها اداه جريمه واداه قبح ولا بد من محوها وشطبها واستئصالها؟ نستيقظ غدا فلا نجد توك توك واحد في مصر.
زي ما عملنا لما واخذ احمد لما عملنا هذا الكلام مع العربيات الكار والحناطير في القاهره في وقت من الاوقات، كنا نعمل ده لما لما الافنديه اللي دخلوا التوك توك مصر سنه 2007 و2008 اللي دخلوا التكاتك كانوا خدوا المقدمات من الناس دي وجابوا لهم تاكسيات او جابوا لهم وسيله امنه للحركه، ما يجيبوا لهمش من بنجلاديش ومن بتاع علشان يكسبوا، يعني كانوا بيكسبوا 150% طيب. من من طيب قيمته. عشان بس لو احمد ربحت وبعدين لو ممدوح الحسيني، هل المجتمع يحتاج الى هذه التكاتك؟ هل تصاب الحياه بالشلل اذا لم نجد التكاتك غدا؟ هل هي مع الحاجه المعيشيه والاقتصاديه ومع تزايد سكان البشر مع تزايد السكان في مناطق وفي كمان عشوائيات لا تستطيع ان تدخل اليها وسائل انتقال مختلفه؟ بالظبط. هل التوك توك حاجه ملحه؟ دي حقيقه. هو ظاهره وجود التوك توك حطتنا في ازمه، والازمه ديت لازم نعمل لها تصور للحل. الازمه ديت ان المواطن اتعود عليها الاول، في عندك شوارع ضيقه ما تنفعش تدخلها عربيه، في بلطجه من سواقين الميكروباص خلت الناس النهارده لو نزلت الميكروباصات والسوزوكي الصغير داخل الشوارع مش هيوصل الناس زي التوك توك بيوصلهم. بالاضافه ان التوك توك ده امال الناس قبل التوك توك كانوا بيركبوا حنطور، كانت الناس صحتها كويسه بنمشي، احنا النهارده بننزل 5 متر عايزين نفتح التوك توك ونركب. صحيح، دي طبيعه بشر. خلاص. خلاص الازمه تفتح التوك توك ما مفتوح، هو مفتوح تفتح التوك توك هي ما مفتوح. الحاجه الثانيه خلاص حتى مش هيتعب ويفتح هيركب على طول. السيد اللي هو هيركب على طول التوك توك بره. كمل بعد جميله. ظاهره وجود التوك توك في مصر دخولها الحكومه اللي تسال عنه، انت دخلته يا فندم وبدأت تعمل هذه المركبة وسبتها بدون ترخيص، فده قصور تسأل عنها الحكومات السابقة لحد وقتنا هذا. يعني أنت مع ترخيصها؟ أنا مع ترخيصها طبعا، اللي هو مع محواها واستئصالها بالظبط. طب أقول لي أنا مع ترخيصها، اللي خلى التوك توك يرتكب الجرائم عدم وجود ترخيص لي، عدم وجود حد من المرور بيراقب مين يركبه كتير. 18 سنة ولا عيل صغير؟ إنما لو هرخص هيبقى اللي بيركب 18 سنة، هيبقى اللي بيركب انا مسؤول عنه، هيبقى في خط سير هقول له ما تطلعش على الطريق السريع، هقول له ما تخرجش بين المدن ولا بين القرى، التوك توك يشتغل في مكانه بس، هقول له امشي في 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 طريق النصاب الصحيح مش عكس الاتجاه، امشي مع الطريق. التوك توك مش ماشي على الطريق السريع دلوقتي، مش ماشي على الدائري دلوقتي يا ست اللي هو ماشي على الدائري القاهره الكبرى عاصمة جمهورية مصر العربية. انا ليه ما اقدرش امنعه؟ مش ماشي في في الجيزة، ومش ماشي في الزيتون، وفي عين شمس، ويبقى ماشي في قلب العاصمة اذا لم يرخص، لان انت النهاردة عملته معاملة الحنطور، معاملة العربية الكارو. انت تقدر تعمل ايه للعربية الكارو لما يبقى ماشي عكس الاتجاه؟ ضابط المرور ينزل يعمل له ايه؟ سياده اللواء استاذنا يعني وراجل يسبق في العمل الامني والسياسي كمان. النهارده اذا ما رخصتش هذه المركبه فانت بتدعو للفوضى، مين المسؤول عن الترخيص؟ الحكومه المصريه. طيب إيه الترخيص شوف ولا انت لا حل الا بالاستئصال؟ اذا كان من البد بد ما نعمل وقفه بقى ونعمل ضوابط. اذا كان من البد بد، انما لو انا اللي صاحب القرار مفيش توك توك بكره الصبح في مصر كلها. في واحد يا سيادتك بتحكم كده بالاعدام على 20 مليون نسمه؟ 20 مليون ايه؟ دي واحد. استنى انا عايز امسك في الرقم. ايوه هقول لحضرتك يعني ايه بحكم بالاعدام على 20 مليون نسمه؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا في مصر تقريبا كام يا سياده اللي هو كام توك توك؟ كلهم من اولهم لاخرهم دلوقتي في حدود 2 مليون توك توك. هنفترض جدلا ان هم 2 مليون. 17 مليون مواطن. الله ينور عليك. انا عندي كل توك توك بيملكه. ايوه باشا اسمعني، مش عايزين نتكلم. طيب. كل توك توك بس عشان اخد منه رقم. تمام. كل توك توك بيملكه واحد متزوج وله 3 اطفال، يبقى دي 5 افراد بياكل اسره. دي حقيقه. تمام. بيخدم عليهم يعني محلات بتبيع قطع غيار واكسسوارات. طب انا اطبق ده مع اللي يعمل بقى كشك في منتصف الطريق عشان هياكل عيش؟ لا. اطبق ده مع اللي هيبني. ما احنا نقنن بقى زي ست اللي هو قال دوله عشوائيه بقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لو انا المعيار ان علشان الناس تاكل عيش
يبقى خلي حد يبني بيت في اي حته. ما انا ماجيش حتى لو في نص الطريق. دلوقتي على 20% من سكان مصر بالاعدام. مين قال 20%؟ هتعدمهم من 20% هم دول طبعا. هو مين قال انهم 20%؟ امال كام؟ لا ما يمثلوش حاجه. لا لا ما يمثلوش حاجه. لا بيضربوا ارقام كده عشان يخوفوا الدوله. الدوله بتخاف من الكلام. نعمل ايه؟ احنا بنتكلم دائما لما بنتكلم بنكون في اشياء اصبحت امر واقع. خبر حضرتك احنا دلوقتي مش بنتكلم في مشكله لسه هتبدا نستوعب. احنا لو بنتكلم اديني فرصه بس اتكلم. احنا لو بنتكلم بس خلي بالك احنا لو بنتكلم في مشكله. انا لا لو انت تبص لصوره الام طبعا طبعا كلها لا 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 طبعا طبعا صوره طفلها ولسه هنتكلم معاها تمام تمام. لان احنا مش عايز ابتدي بالجريمه. احنا ما بنتكلمش لا لا احنا ما بنتكلمش بس ممكن تقول لا اذا تحولت الى اله قتل واختطاف. لا لا طبعا لا احنا نتكلم. احنا جايين لحضرتك تتكلم يا والبي. هنتكلم ادينا نقطه مهمه جدا يا فندم. القتل ادلنا سلوك الفرد سلوك الشخص سلوك الطفل وليس سلوك نكمل بس لما نبدا صحيح. لا صحيح. الاداه التي تسهل الاداه ما هو اللي بيستخدم مسدس وبيستخدم شومه وبيستخدم ايده وممكن يركب طياره ويقتل. مش هي اداه بتسهل كل واحد ياخد فرصته في الكلام. الاداه الاداه يا استنى بس يا سياده النائب ثانيه واحده. هذه أداة لارتكاب الجريمة واللي راكب نفسه بيرتكب الجريمة طالما لم تعاونيه بهذا الكلام. ما انا بقول لك اذا كان من البد بد ان هذه الجريمة تبقى تستبقى لابد نعمل وقفة تغيير شكل هذه القذارة اللي موجودة. تغيير طيب. شكله خلينا نرجع عشان ببان يبقى في شهادة حق يعني. حسن سير وسلوك للي بيسوق ما يكونش هذا طيب. الكلام خلي سيادة النائب يتكلم. احنا يعني ادونا فرصة بس نتكلم طيب. احنا دلوقتي نناقش مشكلة قائمة موجودة بالفعل موجودة بالفعل. احنا بنتكلم على 3 مليون توك توك. لا 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 عمره 3 مليون والله ما حصل. اطلب المرور هيقول لك. ادينا بس فرصه. لا ما فيش 3 ما يجوش 3 في اكتر من 3 مليون من 10 بس فهمني اكتر من 3. الكلام ده بناء على دراسات وبناء على كذا وبناء دراسات ايه قالت ان 3 مليون. لا استنى بس ما انا ما فوتش كلمه كده. ما هماش 3 مليون ما حصلتش يا باشا. ادينا فرصه للكلام لو سمحت. انا ما حصلتش. انا لم اقاطع حضرتك بس انت بتزود من الظاهره. لا انا ما بزودش من الظاهره. لا لا انا بقول امر واقع. لا النهارده لما نبعد عن الواقعيه يفصل في ونبعد عن الشفافيه في الكلام يبقى احنا بنتكلم وخلاص. احنا بنناقش مشكله لابد ان نجد لها حلول فلابد ان نكون واقعيين في النقاش. هناك داخل جمهوريه مصر العربيه بالاحصائيات والارقام 2.9 من 10 مليون توك توك موجوده. اللي تم تقنين اوضاعه حتى الان برخصه مرور 99,000 توك توك فقط من هذا العدد. ده طبقا ماشي الكلام طبقا للدراسه والتقرير الجهاز الجهاز التعبئه والاحصاء وكل المقاييس والارقام اللي انا بقولها لك ارقام انا متاكد منها 100%. كلام مظبوط. اذا احنا بنتكلم في مشكله قائمه بالفعل واخد بالك. احنا مشكلتنا ايه ان احنا لما بنتكلم عايزين نشوف حلول. احنا ما بنتكلمش في مشكله لسه هتبدا واخد بالك. طيب هل الحل انا اوصي بس انا اوصي ولا نقنن هو ده اللي عايزين نوصل. اوصي بان احنا نوقف الاستيراد ونوقف هيئه التصنيع والتنميه الصناعيه ان هي تجمع تكاتك محليه. نقول لهم وقفوا دلوقتي احنا امام مشكله لابد من تقنينها اولا. وبعدين كل الناس بتتكلم في مشكله تقنين رخصه التسهيل بتاع التوك توك فقط. لا انا عايز اقنن ان الاثنين التوك توك نفسه واللي بيركب التوك توك نفسه. ده لازم ده لازم مرور. ده الاخ قال انا بعترض عليه اعتراض كلي وجزئي ان مؤهلات عليا وما فيه لكن لا لا في مش عارف في يا وائل بيه في مؤهلات عليا مش عارف في بنزين بس انا بيشتغل بس في منهم بس معظم اللي بيقود التوك توك للاسف الشديد سن لا يتجاوز ال 11 سنه 13 سنه. فانا بقنن عشان يعني احنا دلوقتي بنحل مشكله عشان نيجي نقول ان احنا نلغي او نعدم 3 مليون توك توك يبقى احنا بنعدم معاهم فعلا زي ما بيقول الاخ اللي قاعد جنبي بنعدم اسر ترزق مازال. لكن هل تعدم يعني على الاقل 3 مليون
3 مليون حتى اسر مطالبه ثلاث اصوات احصائيه عاملها لا ننظر يا سياده اللواء الدكتور احمد الدكتور يا سياده اللواء يا سياده اللواء على فكره انا عندي قدره وائل بقى عارف عنده قدره ان انا اقطع وما اخليش ولا واحد يتكلم في وانا بقول لك اقطع لا انا عندي وانا بقول لك اقطع اسمعني لو هضرب 3 مليون وانت عارف حضرتك انا اسلوبي انا اديني فرصه في حديثي عشان اتكلم احنا لو هنضرب 3 مليون توك توك واخد بال حضرتك في 3 افراد يديك كام مش هنقول بقى 20 مليون ولا 9 مليون او 10 مليون ازاي احنا في هذا الوقت اللي بتمر فيه مصر بضائقه ماليه زي ما احنا بنقول واحنا بنعترف كلنا ان احنا الاقتصاد بتاعنا شغالين في اصلاح اقتصادي وبعدين مش اول حاجه عشوائيه دي توك توك بس طب ما احنا في عندنا عشوائيه كده ما احنا بنقارن الوضع اليد على الاراضي بتاعت الدوله ما هي دي كل دي حاجات عشوائيه كل حد دي اشياء طيب. وسائل غير مقننه لابد ان احنا نعالجها هتقول لي العلاج ازاي اقول لك ما تسالني طيب. العلاج ازاي هنتكلم لسه بقى العلاج خلينا ناخد لواء احمد ضيف صقر محافظ الغربيه خاصه انه اطلق ايضا تصريحات تتعلق بهذه القضيه سياده المحافظ اهلا بيك يا فندم اهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام اهلا بحضرتك سياده المحافظ سيد محافظ يعني وجدت لك تصريحات مختلفة ومتعددة متعلقة بالإمبراطورية التوك توك في مصر شايف حضرتك كيف نتعامل معها طب أنا عاوز أقول لحضرتك ده أمر حاليا بقى أمر واقع لابد من تنظيم في أمر بقى أمر واقع حس إن إحنا في أماكن معينة موجودة داخل الدولة محتاجة لوسيلة المواصلات اللي هي التوك توك بس لابد من تنظيم هذا العمل لابد ان الرخصه التوك توك ده يبقى ليه رخصه وقائد المركبه اللي هي الرخصه لازم طبعا. حاصل على رخصه عشان ده ممكن يعمل اي حادثه في يوم من الايام او يبقى مؤتمن او يبقى معروف او يبقى لا قدر ارتكب اي وقعه ممكن الاجهزه الامنيه ممكن تتوصل اليه احنا حاليا في بناء على تعليمات دوله السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التنميه المحليه وكل السادة المحافظين يعني في أكتر من لقاء في مجلس المحافظين خدوا توجيه بالنسبة البدء في إجراءات ترخيص التوك توك وتحديد خط السير المحدد بيترخص دلوقتي نوع الترخيص يا سيادة المحافظ بيترخص نوع الترخيص هل هترخص مرور دراجة بخارية وهل هل هترخص أنا مش هخش في الناحية الفنية فندم مركبة لسه هو يخش في قالب بتمشي على الارض يا جماعه هو ده قالب وسيله تمشي على الارض طيب هو علي الوزير هو دلوقتي ما عرفش ان هو على التليفون يا جماعه وسيله بتمشي على الارض بس هو ظلم علينا المركبه موجوده بتسير على الارض لابد ان يبقى فيه ترخيص ليها من الجهات المختصه احنا لغايه حتى طب حضرتك بتقول تعليمات مجلس الوزراء ايه يا سياده المحافظ ان احنا خط السير محدد المحافظات الكبرى وعواصم المدن مفيش ترخيص للاستثمار خالص السير فيها غير في الشوارع الجانبيه البعيده خالص بعيده عن العاصمه لكن احنا حاليا احنا لا يعني المدن الكبرى مفيش فيها تكاتك خالص يعني القاهره لا تمنع ما ينفعش يمشي فيها توك القاهره ما ينفعش يمشي فيها توك ولا الجيزه ينفع لكن القاهره والجيزه ممتلئتان بالتكاتك يعني لكن في بعض الاماكن الارياف ممكن يسير فيها توك توك كوسيله مواصلات بتاخدها المواطنين للوصول لاماكنهم باسعار طب انت عند حضرتك هتعمل انت في مدن رئيسيه في الغربيه فيها تكاتك محله طنطا كتير الشوارع الرئيسيه يا فندم احنا مانعين فيها حاليا سير التوك توك الشوارع الرئيسيه لكن في بعض المناطق اللي محتاجه حواري. طبيعه اماكنها محتاج هذا المركبه حواري. موجوده تبقى موجوده فيه بس كله هيبقى ساير في اطار الترخيص احنا عندنا مشكله احنا رخصنا لغايه دلوقتي حتى الان 22,000 مركبه توك توك حتى هذه اللحظه المشكله ان احنا ترخيص مرور ولا واحده محليه مرور. يا فندم المرور ماشي مرور. لكن دلوقتي المشكله ان احنا التكاتك اللي احنا بنجيبها يعني احنا امبارح والنهارده جايبين حوالي 150 توك توك طب الحضانات عندنا اتملت بقى في تكدس في الحضانات بتاعه المرور والمحافظه مش عارفين نتصرف نودي التكاتك دي اللي انا عايز اتكلم فيها مهمه لا جايبين 150 اللي هي بتصدروها لا عشان تضبط عليها عشان يرخص مش يصدر فما انتش لاقي حضانه مكان يعني تضع فيه التكاتك الاماكن دي اماكن لكن هي المفروض مهم دي مشكله
لازم نتدخل فيه، مشكلة لازم نتدخل فيه. أولا في ناس بتشتغل على هذا العمل كوسيلة، في ناس تاني متخذها وسيلة مواصلات. المهم يبقى في تنظيم، في تنظيم لهذا العمل داخل المحافظات والقرى والمدن. طيب حضرتك دلوقتي عندك كم، هل عملته تقريبا عندك كم توك توك يا سيادة المحافظ؟ لا انا بقول لحضرتك اللي انا اللي تحت ايدي دلوقتي 22000. لا المجمل المجمل في توقعك الحصر الثاني ده هيزيد طبعا، في نسبه كبيره موجوده مش مرخصه، لكن احنا مع تضييق الخناق عليهم ومع الحملات المروريه المستمره كل محافظه فيها 110000 110000 المفروض بتخرج من الشوارع الفرعيه للشوارع الرئيسيه، احنا شبه مقفلين دلوقتي بحيث ان احنا ما تخشش على الشوارع الرئيسيه. مع الضغط في هذا الشأن كله هيبدا يرقص وكله هياخد يمشي في الاجراءات القانونيه. التوك توك بيرتبط بالجريمه عند حضرتك يا سياده المحافظ؟ والله ما احنا مش ظاهره عندي، مش ظاهره. احنا طبعا ليها عادات وتقاليد والاسر كلها عارفه بعض الى حد ما، فالكلام ده ما فيش عندنا للدرجه اللي هي ظاهره، لكن احنا برضو لازم يا فندم نتعامل مع المشكله من مع اطرافها كلها. ما اقدرش اخد طرف واحد. ممكن ده التوك توك يعمل قلق للناس واصحاب السيارات واصحاب التاكسي واصحاب الميكروباصات، ده بيعمل لهم مشكله بحيث ان هو بياخد منهم عدد، مش هيبقى فيه رضا. برضو الناس اللي هي تبقى ماشيه في الشوارع بيعمل لها مشكله على اساس ان بيخش وسط السيارات وبيعمل عمليه زحام وعمليه عدم انتظام لحركه المرور، ده بيسبب له مشكله. طب برضو في نفس الوقت الراجل اللي هو موجود على مركبه التوك توك ده برضه مواطن وشاب وعايز يشتغل وعايز يشوف وسيله حيث بيتكسب، بس احنا هنمشي معاه في الاطار القانوني، الاطار القانوني اللي بينظم القانون في هذا الشان. بشكر حضرتك يا هلا وزير، في حاجه مهمه جدا. طيب بعد اذنك النائب احمد رفعت، اللواء احمد رفعت عايز سؤال لحضرتك. اتفضل يا سياده اللواء. تحياتي لسيادتك الاول وسيادتك المحافظين اللي بنسمع عنهم من نوابنا ان حضرتك شخصيه محترمه ومتعاون. الله يخليك. انا لما قلت لحضرتك بترخص هذه المركبه ايه، كان ليه هدف معين. المركبه دي بترخص دلوقتي يا فندم دراجه بخاريه، يعني زي الموتوسيكل، تمام؟ بتاخد لوحات دراجه بخاريه، واللوحات الدراجه البخاريه مش محتاجه يتركب لها بيبان، فبديله المرور بيديله تصريح 3 شهور وما رضاش يديله رخصه. بعد اذن سعادتك اذا كانت هترخص دراجه بخاريه فاحنا بنعمل له خط سير داخل المدن فقط، وبقول له خلاص بعفيك من البيبان، لان التوك توك اصلا ما ينفعش يركب له باب، ما تصممش على كده. خلينا نسهل على اصحاب التكاتك عشان يجي من نفسه يرخص، ما اقولوش رخص واحطه في اجراءات تحبطه وتوقف عليه. في حته كمان بنتكلم ولا ذلك احنا لو سمحت برضه في مداخله مع الاستاذ المحافظ يطبق يرخص بهذه. احنا في تيسير في عمليه الترخيص، وده يهمنا ان احنا بنخفف على المواطن سواء كان صاحب توك توك او غير صاحب التوك توك. اعفينا يا فندم. النائب ممدوح الحسيني ايضا عنده سؤال لحضرتك. كلمه مع الوزير، ازاي الحال؟ كل سنه طيب. اتفضل يا فندم. انت جيت عندنا في لجنه الاداره المحليه وراجل محترم وراجل متعاون لاقصى درجه، وبنشكرك على الهوا يعني. تسلم يا فندم. في من ضمن اسباب ان الناس بتبتعد او بتهرب من عمليه الترخيص، انا بكلم محافظ من المحافظين وموجه كل كلامي لجميع محافظين على مستوى الجمهوريه واقسام المرور، من ضمن الاشياء التعقيدات اللي ان احنا بنسيب التوك توك ماشي لمحض الصدفه، عشان في لجنه واقفه، في ضبطيه مروريه، في لجان واقفه بتمسك التوك توك وتجيبه وتخزنه زي ما قال معالي الوزير دلوقتي. مفيش عنده مكان يخزن فيه 150 توك توك يتمسك في اليوم في اي بلد من البلاد، 300 توك توك، مش عارف ايه الكلام ده كله. لا انا مش عايز الكلام ده لمحض الصدفه، انا عايز انظم هذه العمليه بحيث ان في كل مكان، في كل بلد داخل المحافظه او في كل مركز داخل المحافظه يخصص مكان تجمع هذه التكاتك، ويدعى اصحاب التكاتك ييجوا نقول لهم تعالوا، بدل ما تمشوا مخالفين. اولا الضبطيه اللي هم بيضبطوها ديت بتترتب عليها ايه؟ ان انا بغرمه رخصه تسيير ورخصه والقياده بدون رخصه. في حاجه اسمها قرار محافظ، قرار محافظ يطبق عليه في المخالفه، واليوم اللي بيحجز فيه بيدفع واليوم جنيه. واليوم اللي هيقف فيه بيدفع فيه رسوم قضيه، يدفع فيه رسوم قضيه. يجي يعني الراجل صاحب التوك توك عشان يوقف صاحب التوك توك عشان يدفع فلوس يا سياده اللواء. صاحب التوك توك لما بيتمسك لما بيتمسك التوك توك بتاعه وعشان يجي يرخص بيكون دافع من جيبه 6 7000 او 8000 جنيه.
ده عبء كبير جدا على المواطن. انا بقول لابد من اجراء عمليه تنظيميه لهذا الموضوع. كل بلد او كل مركز تخصص مكان يعلن عنه في الاذاعات المحليه اللي داخل المراكز، ويعلن عنه بوسيله او باخرى او حتى على الفيس ووسائل التواصل الاجتماعي ان المكان ده موجود في المكان الفلاني، تعالوا يا اصحاب التكاتك اقف ونزل لهم. هي كل الحكايه مهندس فني وظابط مرور او مهندس فني وامين شرطه. مهندس الفني هو المهم بيجي ماشي ماشي. حضرتك سياده المحافظ احنا بنخفف عن اصحاب التكاتك الترخيص. الف شكر. خلينا قبل ما وفي نفس الوقت بس خلينا نكمل في نفس الوقت احنا بنسهل من اجراءات الترخيص وفي نفس الوقت بنقضي على الظاهره بسرعه. طيب. احنا ايه احنا بنشتكي ان هو وسيط بلطجه ليه؟ لا احنا اديني بس دي نص دقيقه سات لو ما انت هتتكلم تاني. احنا ليه احنا حدش مش هتتوقف هتتكلم تاني. يعني طبعا حزين جدا يعني صورة ابنك يعني تمزق القلوب يعني، وانت شايلاها متعمدة توصلي رسالة يعني احموا ولادنا من التكاتك يعني، وعايزة يكون ابنك يعني نموذج لانه يحمي ناس تانية يعني. ومحمد يعني انت حتى شايله صورته بشكل يعني يؤثر فينا جميعا. اثر يعني. اثر فينا كلنا. ناخد الجانب الامني ده هسمع الحكايه منك ونشوف انه ده بالفعل ممكن يحطم عائلات ولا لا، وهل العيب في التوك توك يسهل الخطف والقتل ولا ده ممكن يحصل في اي حاجه تانية، ولا التوك توك بالفعل هي اداه تسهيل لهذه الجريمة زي ما قال سيادة اللواء فاروق حافظ المقرع. هسمع الحكاية منك بعد الفاصل، وبعد شوية كمان هينضم لنا زوج حضرتك هو موجود معنا. هطلع فاصل وهنشوف الجانب التوك توك والجريمة. هتلاقوا دايما شوفوا في صفحات الحوادث هتلاقوا دايما يرتبط التوك توك بارتكاب الجريمة يوميا. هل هي صدفة ولا يعني ده ممكن يحصل مع اي وسيلة انتقال، ولا التوك توك يسهل ارتكاب الجريمة في كل محافظات مصر؟ بعد الفاصل. بتهمة خطف وقتل سائق توك توك وسرقة مركبته الجديدة، قام شخصان بخطف وقتل سائق توك توك وإلقائه جثة هامدة في بركة بجانب بحر البقر بالشرقية. طلع بعد العصر بالتوك توك ومشي، وهو طلع وانا قلبي بياكلني برضو عليه يعني، من ساعة ما طلع وانا قلبي بياكلني عليه. مشي بعد المغرب كده ايه بنص ساعة او بساعة، جرس كامل مفيش حد برد، يمكن راكب المكنة ومش سامع، مشغل التسجيل ومش سامع الجرس، اصبر عليه شوية. وجيت ضربت عليه تاني لقيت التليفون مقفول، اتقفل خالص. بقى احاول تاني مرة واثنين وثلاثة واربعة، التليفون مقفول. هما شاوروله، ما اي واحد بتوك توك معرض لاي حد يشاوروله بروح واقف، ما هو ما يعرفش ان اللي بيشاوره ده نويله على نية غدر اصلا، بيركب معاه. ومحمد ابني طبعا ما مش في دماغه ان دول هيعملوا فيه حاجة، فشاوروله راح اتنين راح راكب، قالوا ودينا على كوبري الصحارى، خدهم ما وصلوش بيه قبل كوبري الصحارى، كانوا هم منزلينه من التوك توك وعايزين ياخدوا منه التوك توك، كلبش في التوك توك، يشدوا فيه من الولا، راح هو بينزلوا من التوك توك، راح ماسك مفتاح التوك توك في ايده وراح نازل من التوك توك، راح ماسك المطوه وراح مديهاله في جنبه، داله في جنبه وراح لويها زي ما انت كانك بتقور كوسه ولا بتنجان كده، وقاعدين وفيها في بطنه كده، ساب المفتاح وراحوا شايلينه وحاطينه في التوك توك وراحوا واخدينه ورايحين بيه على المكان اللي هو بحر البار ده، وراح في بركه كبيره كده يعني زي بحر. هنعمل في معز بقالهم يا رب اللي عملوا في ابني كده، ما هو اللي خبط ابني ده لسه طالع من السجن واخد بقولك 10 سنين قاتل، وها هيدخل برضه بسبب ابني وياخد 15 سنه 10 سنين برضه هيطلع يقتل برضه. طب ليه ذنبه ايه محمد ابني؟ ولا يعرفه ولا شافه ولا عم ما كان يقول له انزل ياخد التوك توك. وباع التوك توك ب 3000 جنيه، والتوك توك اصلا ثمنه 37000 ونص، ووالده جايبه له قسط علشان خاطر يساعد معاه في المعيشه، وجايب المقدم كمان قسط من بنك تاني. ده ولد طالع يجيب لقمه عيش بالحلال وبيساعد اهله في المعيشه، يرجع لنا جثه؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيك كده يا محمد، حسبي الله ونعم الوكيل فيه ومنتجم منهم ربنا اشد الانتقام. انا مطالب الاعدام للناس ديت عشان يبقوا عبره للناس التاني، ما يعملوش حاجه تانيه مع الناس تاني.
تباينت ردود أفعال مواطني الشرقية بين مؤيد ومعارض لوجود التوك توك كوسيلة مواصلات. أول هم التكاتك دي فتح بيوت، أي نعم، مع الناس المحترمة، وفي عيال بلطجية، عايزين نمنع البلطجية دي. معترض على موضوع التكاتك؟ أيوة معترض، وأنا عندي متنة أولع فيها دلوقتي ومعترض، مش عاوزها، هدي إذين وتقفل بيتي، مش عاوزها. احنا عاوزين نمنع الناس اللي بتسرق التكاتك وبتشد الشنط من الناس. انا اقول امبارح قالب توك توك من سبب واحد بيشيل شنطه من واحده. بنطالب الحكومه التوك توك اللي مش يترخص ما يشتغلش، لان التكاتك دي اللي جايبه المصايب في الدنيا، هي اللي عامله المصايب دي كلها في الدنيا. التوك توك اللي يركبه يركبه راجل عاقل متزن يعرف يتحاسب، لان برضه ان عيل صغير يركب توك توك واحد اكبر منه بلطجي يسرقه وياخده ويذبحه زي ما حصل قبل كده، ده برضه خطر. بخطفوا بنات اغتصبوهم، بخطفوا اطفال، بيبهدلوا الدنيا، بيمشي يشربوا مخدرات. مشاهدينا نحييكم من جديد بعد ان ازدادت الجرائم المتعلقه بالتوك توك بالاضافه الى الاتهامات المختلفه. زي ما قلت لكم القبح الذي ينتشر في كل محافظات مصر، استخدام التكاتك في الجريمه بكل اشكالها، خطف، قتل، اغتصاب، سرقه، وكمان اصحاب المهن سابوا المهن الاساسيه واصبحوا يستسهلون هالتوك توك وكل عيش يعني. في المقابل يدافع المدافعون عن التكاتك بأنها مصدر دخل للكثير من العائلات في ظل بطالة ترتفع. أصبحت مصدر دخل، طيب. وليست من أساس مصادر الدخل، أصبحت فرض علينا القتال ولم نقاتل، وبالتالي لو قفلتها زي ما انت بتقول. انا بقول دلوقتي نعمل وقفه فول ستوب، نقفل اهو ونقول تعالوا يا بتوع التكاتك نعيد النظر في هذه الجريمه. نعيد النظر في هذه الجريمه. خلينا واحنا بنتكلم في الجانب الجريمه والتوك توك اللي شفناه ده، التقرير اللي شفناه يتعلق بمحمد السيد ابن السيده ناديه، هي معانا ربنا يصبرك. قولي لي هنا محمد، الوضع شويه مختلف لان هو سائق التوك توك، هنا مع قصه ياسين هو اختطفوا سائق توك توك، مش كده؟ فهنا يعني معانا واقعتين مختلفتين. محمد مش سواق توك توك. امال ايه؟ محمد شغال مع ابوه في الورشه ميكانيكي، وبيشتغل مع عمه سباك، يعني بيروح الصبح مع عمه وبيجي بعد الظهر بيروح مع ابوه في الورشه. فجينا توك توك على اساس يدخل دخل عشان خاطر قصاته وكده علينا. فهو بيركبه ممكن ساعة وساعتين في اليوم، ده لو ركبه. انما انتوا جايبين التوك توك لمحمد ولا لا للبيت عندنا؟ ليه؟ لو واحد اشتغل عليه. مين اللي بيسوقه اصلا؟ واحد بيشتغل عليه. فمحمد بيطلع عليه ساعة او ساعتين في ده اليوم. لو مش كده ومش في شغل ولا كده ممكن يطلع عليه ساعة ولا ساعتين في البلد عندنا. وفي اليوم دوت هو اللي كان شغال عليه مش كان ايجا. فمحمد قال انا طالع بيطلع على خط ايه؟ على خط في الزاوية عندنا في الشرقية. لا فأوص. المنطقه يعني امنه. امين الحته عندنا في البلد عندنا امان. هو محمد كام سنه؟ محمد 16 سنه، رايح اولى سنه. رايح اولى سنه. طيب اكيد لما اللي ارتكب الجريمه شافه راكب توك توك وصغير، فقال سهل قوي ان انا اخطفه يعني. وايه اللي حصل؟ هو كان خدوه من الموقف على اساس يوصلوه مكان قريب، مش خدوه في الحته اللي هم قتلوا فيها دي. خدوه وصلهم، قالوا له عايزين يوصلنا مكان، خدوه في مكان اتاري توك توك تاني وراه. هم على اساس يقولوا، هم قالوا ان هم احنا عايزين نسرقه، يعني ناخد منه تليفون، ناخد منه فلوس، مش لقوا معاه حاجه. قتلوه، ننزل من توك توك، لا مش نازل، عارف ان لسه جايبين التوك توك مش كمل شهر. التوك توك دي لسه جايبينه ب 55,000 جنيه مش كمل شهر. يعني هو رفض النزول من رفض النزول. نزل بالسكينه في المطول في رجله، مش راضي يديهم المفتاح، راحوا بالسكينه خازنه بجنبه، موتوه في ساعتها، شالوه ورموه في التوك توك من ورا وطلعوا بيه على بحر البقر. الميه دي لو كان ابني نزل في قلب الميه من جوه مش كنا هنلاقي له جثه، ان الميه دي فيها حاجات بتاكل البني ادمين، بتاكل البهايم وبتاكل الحاجه اللي فيها.
لكن هم لما رموه رموه في الحشيش نصه في الميه ونصه على الشط. ابني قعد سبعة ايام لما مش قلنا عارفين مش عرفنا شكله لولا كانت في علامه في رجله. لما الدود مشي في ابني لما شاب زي دي كده زي العسل ها الدود يمشي فيه وما نعرفوش شكل ويحبس. اللي قتل ابني ده كان محبوس برضه قتل واحد قبل كده يعني قتل واحد وقعد مش عارفه كام سنه وطلع وعاش حياته برضه قتل واحد تاني وخد التوكتوك من ابني وجابوا بيه ايه التوكتوك باعوا بايه ده باعوا ب 2000 جنيه ويا ريت خد 2000 جنيه ده باعه وجاب بيه شمت حشيش ولا اللي بتاع اللي بيشربوه هم اتقبض عليهم كلهم مش عارفه بيقولوا لي مره انقبض ومره يقولوا لي لسه احنا مش عارفين. انا بناشد القاضي بناشد كل الناس يعني في لو القاضي والمستشار وكل الناس يعتبروا محمد ده ابن بالتاكيد محمد رايح من يوم 12/8 لحد دلوقتي لم يتم القبض على الجاني. لا ما هي بتقول ما يقول ساعات بيقولوا لا احنا نتابع احنا نشوف ايه اللي تم. بس انا شايف تعليقات الناس مدام ناديه انا طبعا في النهايه محمد ضحيه في كل الاحوال وهو الحقيقه كمان يعني حقه عندك حق يعني لابد ان يتحقق له القصاص العادل يعني. بس شايف الناس هنا في كلامها في المنطقه بيقولوا ازاي شاب طفل يسوق توك توك يعني هو مش قلت لك من الاول هو مش سواق توك توك هو مش سواق توك توك يعني انه يسوق التوك توك حد ما هو هنا اللي ارتكب هذه الجريمه تعالى يا ابني وصلنا خلاص يعني هو عارف انه ده طفل وهيستطيع ان هو يرتكب الجريمه محمد مش معاه. طفل اولا محمد 17 سنه محمد راجل محمد بيشتغل مع عمه وشغال مع ابوه في الورشه اسال عليه في البلد شاطر ولا بيشتم ولا بيقلد ادبه ولا بيشرب سجاير ولا واحد صايع عشان نقول مثلا سواق توك توك صايع راكب توك توك زي ما اي حد هنا بيقول 12 سنه و11 سنه بيسوق توك توك محمد 17 سنه هو كان مع محمد او غيره يعني هو هو هيرتكب لازم نعرف ايه اللي خلى الناس دي تعتزم انها تسرق التوك توك ده عدم ترخيصه هو لو عارف ان التوك توك ده له رقم شاسيه او رقم مطور انا ماشي زمان الحراميه مثلا هيجيبه ايوه في قرار تمشي على الارض ايه اللي يخلي يعني لو تحسن مترخص دلوقتي كان زمان دلوقتي مسكوا الحرامي ومسكوا التوك توك لكن التوك توك مش مترخص عدم وجود ترخيص انا كظابط مباحث جنائيه هجيب ازاي الجاني التوك توك لو مع واحد عادي جدا ما اعرفش اعرف ده بتاعه ولا مش بتاعه لان مفيش دليل عليه كل انما لو في شاسيه ولو في موتور على ان لازم يقنن كنت هقدر اجيب اولا هقدر اوصل للجاني بسرعه جدا يعني كنت هدور دلوقتي على ايه مش حاجه اسمها وسيله غير مقنعه كده وخلاص دفن بعد سبعة ايام هو مرمش سبعة ايام لما عيل زي ده يقعد سبعة ايام كده اهوت ولا عرفنا له الشكل لولا هدومه ولا عرفنا له اي حاجه من المنظر اللي ابني فيه نصه في الميه ونصه طيب. في الشمس بس كمان علشان نحمي ناس تانية يا مدام ناديه نقول انه ما ينفعش هو بحكم القانون هو طفل انت بتقولي ده طالع من ثالثه اعدادي الاولى ثانوي ايوه يعني 16 سنه 15 او 15 كمان 6 و6 12 هو ملوش ذنب يا وائل بيه يا وائل بيه هو يا جماعه خلينا نتكلم بصراحه هو نعتبره خاطئ اذا كان لا انا ما لا المشروع ده مسؤوليه يعني انا اقول لسيادتك اذا كان في ترخيص وهو خلفه فهو خاطئ اذا كان في رخصه قياده لسواق التوك توك وهو راجل ساق وهو اساس انه حدث او صغير فهو خاطئ انما انت الحكومه سايبه الموضوع يرتع في الشارع. الحاجه الثانيه لو انت مرخص هذا التوك توك كان يبقى سهل جدا على ضباط المباحث الجنائيه ان هم يوصلوا بسرعه جدا للجاني نفس اليوم للجاني في نفس اليوم هيجيبوا طيب. هيدور على التوك توك يوصل للجاني محمد انت حاله معاكسه يعني خطفوا ياسين ازاي وكيف كيف استعدته؟ الاول هتكلم على التوك توك ده من ثلاث زوايا. اتفضل. الزاويه الاولى ان انا كمواطن لا يمكنني ابدا في الوقت الحالي الاستغناء عن التوك توك كوسيله رخيصه وسريعه. في ظل ان البلد عندي صغيره ما ينفعش فيها تاكسي ما ينفعش فيها عربيه، انا معايا عربيتي ساعات بركنها وبركب توك توك. انت منين؟ انا من ابو المطامير محافظه بحيره. ده الحاجه الزاويه الاولى، الزاويه الثانيه ان لا يمكن برضو الاستغناء عن التوك توك كوسيله كسب عيش لاخويا ولصاحبي ولصديقي ولناس كتير قوي بقت وسيله كسب عيش وسيله دخل ثابته. الحاجه الثالثه اللي هي انا عايز احس بالامان ابني ماشي مع امه في مره ومروحين كان عند تيتا ومروحين فالولد طبعا طفل صغير فماشي سابق امه بخطوتين ثلاثه كده فعدى توك توك من وراه راكب فيه سواق وراكبين اتنين ورا فمسكوا ياسين فبيشد ياسين جامد فطبعا امه ذهلت من الموقف الولد قاوم
قوم التوك توك مسك بايد وايد التانية هم بيشدوا فيه. فجت امه انكبت على الارض مسكت يدوب مسكت رجليه. وقعت على الارض مسكت رجليه. هم يشدوا في التوك توك ويجروا وهي تتشد معايا تتجر معايا على الارض. مع اصوات وصريخ مع اصوات وصريخ. منظر بشع. بشع. منظر يعني بشع يعني جدا. طيب. ام تتعلق برجل ابنها كده وهم خاطفين ثلاث ارباعه في التوك توك. في التوك توك يعني. وهي ماسكه في رجليه وهم يشدوا طبعا مش في دماغه حاجه هو عايز ياخد الواد ويمشي. هو ما عرفش ابن مين ولا يعرف اي حاجه مفيش اي خصوم مفيش اي حاجه خالص طبعا. فرحت ايه عملت بقى ايه رحت طبعا الحمد لله اتحكمت فيه اتحكمت فيه وبرضه يعني مصاوب قوم من عند قوم في ايده اللي في عندنا حفر الغاز شغال ففي دبشه صغيره كده طالعه من ناتج الحفر عطلت التوك توك فمع عطله التوك توك مع صوات الام مع الصراخ الشارع بدا ايه وخلي بالك ده كان في فتره مغرب يعني نهار احنا في مغرب قبل المغرب كده الناس كلها متواجده الناس كلها متواجده وشارع ده شارع الشارع في البيت بلا في وسط البلد فالحمد لله ربنا عدى الموضوع على خير والولد كويس والام طبعا منهاره بس وقته وتعدى فرحت على اسم الشرطه عشان اعمل محضر بالواقع طب ايه علامه التوك توك مفيش ايوه ايه ثواني اكمل كلامي ازاي لا اتفضل انا معاك اجيبه ازاي بقى انا عملت شغل جامد في الموضوع ده احل لك اللغز ده كله فروحت المجمع مركز الشرطه عشان اعمل محضر طب ايه الاماره اللي هديها لمركز الشرطه ماجد بالحبشي راجل متعاون جدا طب ايه الاماره اللي انا هديها له اقول له التوك توك لونه اسمر في عندي 1000 كل التكاتك بالنسبه للاحصائيه انا عندي 1000 توك توك خنافس كلها خنافس كل البرابره عندي 1000 توك توك يتعدى ال 1000 طيب لما نيجي نروح نتكلم معاها اقول له ايه مفيش طيب عايز اعمل حاجه بقى تاني الحمد لله الموضوع بتاعي عدى على خير الموضوع الاولاني عدى على خير طب الموضوع التاني بقى ممكن يتكرر تاني ممكن يتكرر تالت طب نعمل ايه رحت قابلت راضي بيه عمار رئيس مجلس المدينه ورحت له بمبادره جميله جدا مش هكلف الدوله حاجه يعني انا رحت بمبادره جميله جدا وهي بناء عليه زي ما بقول لحضرتك تبرع مني شخصي 2000 جنيه 5000 جنيه زي ما يتكلف وهعمل على كل توك توك ورقه اربع ورقات ورقه من ورا خليك معايا اكمل بس لوحه من ورا كده برقم نفس الرقم على الجنبين وقدام على كل توك توك اربع علامات برقم واحد الرقم ده يعني ايه يعني عند مجلس المدينه وعند اسم الشرطة وفي المرور يعني اسم صاحب التوك توك ورقم تليفونه لا قدر الله حصل اي حادث ايا كان وضعه ايه برقم التوك توك يعرف يجيب صاحب التوك توك ده ويتكلم معاه دي حاجة الحاجة التانية هتمنع اي توك توك غريب يدخل انا في توك توك بيجي عندي من كفر الدوار يعمل المصيبة ويمشي توك توك يجي لي من حوش عيسى يعمل المصيبة ويمشي نفس القصة حصلت معايا حادثين سرقة معايا شخصيا برضو توك توك جه وقف قدام البيت طبعا احنا في بيت عيله انا واخواتي في عماره اربع ادوار فمعرض ان انا ابقى معايا توك توك اخويا الصغير او اخويا الكبير فجه توك توك وقف قدام البيت بوابه كبيره جه توك توك وقف قدام البيت احنا حاطين انبوبتين ورا الباب بحيث ان منين ما تعدى عربيه الانابيب اي حد فينا يغيره فجه توك توك وقف قدام الباب شاف الانبوبتين بعشم بقى جه داخل واخد الانبوبتين حطهم في التوك توك وخدهم وجري وكل واحد فينا مفكر ان الثاني ان هو جاب امان انه داخل يغيرها لك فاحنا احنا اخوات وهيريحك هنا خالص فريحنا بالانابيب وخد الانابيب ومشي موقف تاني برضه ظريف جدا مرات اخويا جايبه مسوقه جايبه خضار وجايبه شكاره علف 220 جنيه تقريبا فنزلت الخضار بتاعها ونزلت الحاجه حطيتها على الرصيف فبتتضاير عشان تنزل ايه لمؤاخذه شكاره العلف بتبص على التوك توك لقيت التوك توك خد ال العلف خد الشيكار ومشي هو فكرها بقيت الحاجه افتكرها نزلت لكن لو في رقم لو في لا ما فكرهاش نزلت لا 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 كل شكاره كبيره لو في رقم ما هو بس لو في رقم هو ترخيص كل الامر يصب في هذا الاتجاه يعني اخد مدام رشا وهي ايضا تعرضت لحادث من هذا النوع مدام رشا اهلا بيكي مين؟ الشيخ محمد من البحيره الشيخ محمد محمد انا محمد الشيخ مين؟ انا محمد الشيخ دلوقتي محمد الشيخ دكتور محمد الشيخ اهلا بيك دكتور محمد اتفضل اهلا بيك بص حضرتك انا حصل لي حادثه غريبه خالص الحادثه دي قريبه جدا كانت يوم الوقفه
الحادثة دي ان انا قاعد في مكتبي، انا عندي شركة صغيرة كده في وسط البلد، قاعد في مكتبي، احنا بنحصل قسط وحاجات عربيات واجهزة وكلام ده، قاعد في مكتبي لقيت يعني ايه صوت عالي وزعيق وبتاع، قلت انزل اشوف ايه، لان كان قدام مكتبي بالظبط. نزلت ابص، انا عربيتي قدام المكتب، لقيت خناقه جنب العربيه بالظبط، التوك توك كان عمال يروح ويجي يتبرجح ويشغل اغاني، وفي اربعه شباب، وفي اربعه شباب، الاربع شباب داسوا على رجل راجل كبير اسمه الحاج صلاح الشرايف. الحاج صلاح الشرايف ده راجل كبير وراجل من اعيان البلد، يعني راجل محترم جدا. هم الناس في الشارع اتخانقت معاهم يا ابني بالراحه ومش عارف ايه، فزعقوا للناس. فطبعا في زعيقهم للناس العيال مشيت جريت بالتوك توك جنب بيت متكسر كده بالصدفه جنب مننا على طول، قعدوا ياخدوا في الطوب. الراجل اللي جنب منك اللي من ام تمير ده هيعرف المكان ده، عند شارع الكنيسه بالظبط كده، جنب جنب المول بتاع كريدت الجديد ده، المول اللي هو بتاع السجاد الجديد ده، كان لسه فيه هدد وكلام من ده. خدوا طوب وقعدوا يحدفوا في الناس كلها، حدفوا في الناس كلها. من سوء حظي انا خدت طوبه في وشي، طوبه نص الف في وشي من على بعد متر ونص، مش اقل من متر ونص. الطوبه دي فتحت لي وشي ثمان غرز، ثمان غرز في وشي، اكن انا بلطجي وانا راجل حاصل على ماجستير وصاحب شركه ومفروض بدرس طلبه في احد معاهد. وعمليتي كسر في الجمجمه واثرت على عين الشمال، ونمت عيدت بالعيد يوم انا كان المفروض اكون معاكم دلوقتي على الهواء. انا عايز الف سلامه عليك يا دكتور، الف سلامه. الله يسلمك. وكل كل ده بسبب التوك توك يعني. عيدت في المستشفى في العيد، عيدت في المستشفى مغمى عليا، قعدت الله يسلمك الله يسلمك، قعدت اربع ساعات مغمى عليا. المشكله مش القضيه، قضيه توك توك. وهنا لما تيجي تعمل بلاغ ما انتش لاقي حاجه طبعا. مجهول خلاص. هيعمل بلاغ في مين؟ قضية بلطجة. لا الناس مسكوهم، الناس مسكوا الاولاد. طيب. تلقيت ناس مسكوهم. الناس مسكوا الاولاد دي. طيب بشكرك، ارجع تاني مدام رشا. مدام رشا اهلا بيكي. الو؟ هي مدام رشا اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا مدام رشا اتفضلي. ايوه استاذ وائل. قولي لي ايه اللي حصل لك ايضا بسبب التوك توك؟ انا حضرتك يا استاذ وائل ليا بنت 7 سنين ونص. كان لا انا عايزك تبعدي عن التلفزيون يا مدام رشا، انا اسف. طب ماشي حاضر. بنتي 7 سنين ونص حضرتك، خارجه من درس القران. ما بيني وما بين درس القران شارع حضرتك. هي خرجت ووقفت على الرصيف اللي هيعديها الشرعي. حضرتك وقفت، عدى توك توك واثنين وثلاثه وهي واقفه حضرتك. بعد ما خلص التكاتك انها عدت، جايه بتعدي الشارع توك توك مسرع اللي سايقه طفل 16 سنه حضرتك. 16 سنه. ماشي حضرتك؟ حضرتك خبط البنت بالعجله الاولانيه وراحت البنت نازله تحت التوك توك، تحلها 10 متر بيهرب من الناس، داس على مخ البنت. ساعتها جالها نزيف حد، اتنقلت القصر عندنا في المحله، يعتبر ميته، يعتبر حضرتك ميته. قبضوا عليه وقت ارتكاب الحادث الساعه 2:30، سابوه تاني يوم حضرتك الساعة 2 برضو ب51 جنيه غرامة. طبعا انا اتلبخت في وفاة بنتي وفي العزاء وكده، ودلوقتي الحادثة خدت قضية، عملت تعملتها قضية ان شاء الله، عملتها 13. بس انا عايزة حضرتك يا استاذ وائل، حق بنتي ما يروحش، حق بنتي ما يروحش، لان هو بيهرب من الناس يا استاذ وائل، دافع على مخ البنت. هو خبطها وبعد ما خبطها حضرتك كمل عليها، يعني ما سابهاليش، كمل عليها. البنت عندها 7 سنين ونص حضرتك يا استاذ وائل. البنت في النهايه توفت. مات. توفت يا استاذ وائل. الله. راحت المستشفى. حضرتك ربنا يصبرك يعني.
بس والله طبعا يا لا انا ما بنامش حتى بقى لها 15 يوم يا استاذ وائل دلوقتي. ما الموضوع يمشي ازاي يا استاذ لو قبل ما اطلع قضيه ده لما ده جريمة قتل خطأ ارتكاب جريمه لازم ايوه معلش طفل ايه يعني طفل عنده 16 سنه ده بيعاقب بيستفيد من قانون الطفل ماله يستفيد من القانون بس ما يطلعش ب 50 جنيه كفاله مين قال الكلام لازم قضيه تحول للقضاء ما ينفعش 50 جنيه كفايه بيبقى قتل خطا بياخد فيها على الاقل مثلا 3 اشهر 6 اشهر لا 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 أكيد أكيد لا يا فندم لا لا يا فندم ده لحد 7 سنين ده خطا لحد 7 سنين هو مع ايقاف التنفيذ لا مش لازم اي قضاء يا فندم لا 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 اداء احداث ازاي اداء مؤسسه احداث لحد سن الرشد في القضيه وملابسات بالظبط بالظبط يعني كل قضيه لها ظروف وملابسات هي كده العمليه ما شفناش فيها سبعات ولا ستات فيها ازاي شهور ومع ايقاف التنفيذ ازاي خط خطر لا 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 يا باشا لا 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 انا بقول لحضرتك يا سياده النائب انا كنت لسه بحث في السجون المصريه بس المهم انا بعترض على الكلام ده مش كيف يتحقق لها القصاص العادل يعني في النهايه انا بعترض على الكلام ده هطلع فاصل قبل ما اطلع فاصل بس احنا كنا الطفل لزمان 10 سنين لا 15 سنه هو ده السن اللي كنا ماشيين عليه انما نروح للامم المتحده ونعمل 18 سنه ده وضع ما ينفعش طيب البلاغ اللي هو كان فيه المواطن مصطفى ابراهيم البهيه احنا كنا جبنا لكم صوره العربيه الملاكي اللي بيتم سرقه الماشيه فيها ده في مركز كفر الزيات غربيه تواصلت معنا وزاره الداخليه وقالت انها تمكنت اجهزه الامن من مديريه الامن الغربيه بتاريخ 10 مايو الماضي من ضبط المتهمين بارتكاب واقعة السرقة وهما إبراهيم سيد إبراهيم وبهاء إبراهيم الأبيض وبحوزة الأول قطعة الماشية المسروقة يعني كان تدخل معنا أحد المواطنين وقال إنه الواقعة دي حصلت معايا أيضا يعني فأتمنى طبعا هنا ده تم القبض على الجناة 10 مايو الماضي يقدر يروح يتعرف عليهم واحنا كنا طبعا بنقول للناس يساعدونا في التوصل للمواطن هطلع فاصل وطبعا هنا يعني لما يبقى فيه الجريمه يا جماعه مش هتتوقف طول ما في حياه في خير وشر وهيبتدعي الناس وسائل مختلفه كيف نفد منها كيف مين كان يتخيل ان يتم سرقه ماشيه في عربيه ملاكي يعني لكن يعني اليقظه الامنيه في وسرعه القبض على الجنات بتكون رادعه دائما زي ما حصل في هذه الوقت. هطلع فاصل وهنكمل معاك وناخد تعليقات اخيره ايه اللي ممكن نعمله مع امبراطوريه التوك توك في مصر. مشاهدينا نحييكم من جديد عالم التوك توك في مصر الذين يؤيدون التكاتك يستندون إلى أنها وسيلة انتقال في مناطق لا يمكن أن يتم الانتقال فيها إلا بالتوك توك إنها كمان وسيلة دخل وإعاشة للكثير من البيوت وللشباب في ظل حالة البطالة وكمان بيتكلموا على ان التوك توك كمان في منافع مختلفة بتتحقق من خلاله الذين يحتجون يربطون التوك توك دائما بالجريمة وايضا بحالة القبح المنتشرة في كل محافظات مصر تعالوا نشوف ايه التعليقات الاخيرة نعمل ايه هاخد بس تليفونات اخيرة استاذة هالة استاذة هالة اتفضلي يا فندم استاذة هالة استاذه هاله اتفضلي مساء الخير يا استاذ وائل مساء الخير اتفضلي انا سامح بحييك وبحيي ضيوفك الكرام بيحيوكي جميعا اتفضل حضرتك بتناقش قضيه مهمه جدا لو ان حضرتك اتاخرتي فيها جدا على ما يعني ناقشتها يعني طبعا التوك توك مرتبط بالجريمه دي حاجه يعني ما فيهاش نقاش وانا من ضمن الناس اللي نفسي ومون عيني يعني نفسي اغمض عيني وافتح كده ما لقيش التكاتك دي في اي حته في مصر لانها فعلا يعني انا واحده من الناس زي ما قال سياده اللواء ان هم فعلا بيمشوا على الدائري انا كنت راكبه مع زوجي والتوك توك ماشي على الدائري وخبطنا ويعني وفعلا بيرتكبوا جرائم كثيره جدا يعني انا كان يعني سياده اللواء قال كل كلمه
يعني ان هم فعلا بيرتكبوا جرائم. وبعدين انا عايزه اقول للناس اللي هم سواقين التكاتك ديت، قبل ما التوك توك يجي في مصر يعني هم كانوا بيشتغلوا ايه؟ يرجعوا لمهنتهم الاصليه ويشتغلوها، لان احنا خلاص بجد انا واحده من الناس برضو عايزه اعزل من المكان اللي انا ساكنه فيه، المفروض ان هو مكان راقي، فجاه لقيت التكاتك دي يعني اكن حضرتك جبت حاجه ورشيتها، يعني هو شكل غير حضاري، زي ما قال السيد اللي هو برضو ان اكتريه اللي سايقينه اولاد صغيرين بيشربوا مخدرات. انا ليا برضو واحده صاحبتي في تجربه معاها، كانت راكبه توك توك وكانوا اتنين سايقين التوك توك، وكانوا حاولوا كان واحد منهم كان عايز يحط ايده عليها يعني بيلتفت كده لورا مكان ما هي قاعده، وكان عايز يتحرش بيها يعني. انا بقول لكل سواقين التكاتك لا، ارجعوا لمهنتكم الاصليه. قبل التكاتك ما كانت تيجي مصر كنتوا بتشتغلوا بتاكلوا عيش وفاتحين بيوت وعندكم اولاد، ارجعوا لمهنتكم الاصليه وارحمونا. لو جينا في مجلس الشعب كانوا بيقولوا مين موافق ومين غير موافق، هتلاقي لو عملت حضرتك وشفت اراء الناس هتلاقي مثلا لو 20% عايز التكاتك و80% مش عايزها، خلاص يبقى الاغلبيه هم بيقولوا لا احنا مش عايزينهم، احنا من حقنا ان احنا نعيش في امان. انا ما اقدرش اخلي ابني ينزل، ويعني انا ابني عنده 10 سنين بخاف عليه ينزل، هو مش لازم يكون راكبه. طيب انا عشان عشان سائق توك توك فانت بتقول ايه يعني؟ لا يعني عملت حضرتك عملت احصائيه مثلا 20% من الشعب المصري بس هو اللي عايز التكاتك و80% مش عايزين. على فكره كل واحد بينتقد التكاتك عنده عربيه ملاكي مش محتاج توك توك اساسا. القطاع الاعظم يا كمال العربيه الملاكي مش تهمه يعني. لا مش تهمه بس يعني الفكره انه مش محتاج التوك توك، لكن الشريحه الكبرى في الشعب المصري هم الفقراء والغلابه، ودي الشريحه اللي بتركب توك توك. الست يعني ست اللي هو بيقول لك انه بيمشي في القاهره، لو حضرتك موفر له وسيله مواصلات في القاهره والله ما راكب توك توك هيركب وسيله المواصلات. طب هنا لو ربطها بانها وسيله انتقال الغلابه وكانك هنا يعني لا تعدم الا الغلابه. طبعا هي كده الايجار بتاعه دلوقتي يا استاذ وائل ما بقاش زي ما اول ما نزل. ما كانش اول ما نزل كان ب 50 قرش وبجنيه. ما هو عشان كده دلوقتي بقول لك ال 5 كيلو رقم على فكره من الدلنجات لعزبتي. لا طبعا بقول لك اسمع من الدلنجات لعزبتي. لا ما وصلش وانا بقول على الهوا والناس نسمع يا جماعه نسمع الناس سامعيني في البحيره اهو من الدلنجات المركز بتاعنا لغاية العزبة بتاعتي بياخد 20 جنيه 5 كيلو بتبقى حضرتك اللي 5 كيلو مش انا الناس اللي جايين لي الناس اللي بتيجي ده هم بيبلغوا بس انا شايف انها مش وسيله انتقال الغلابه مش غلابه هو اللي بيدفع هو عشان وصلنا عايز بسرعه بس استاذ اللي داخل المدينه في الدلنجات هو عايز بيوديه من مكان لمكان ب 3 جنيه يعمل قيمه ب 3 جنيه بيوديه من مكان لمكان 200 300 متر هو عايز يقنع سياده الدوله ما هو البديل هتلاقيه ب 10 جنيه وب 20 يعني لو يركب ميكروباص ما هو البديل هتلاقيه اغلى يا استاذ الله ينور على حضرتك قلت مفيش لا بقول لك مفيش الكلام بتاع ان ده بتاع وسيله انتقال الغلابه والله هو ارخص وسيله ما بقاش وسيله انتقال استاذ عمرو يا استاذ عمرو الشرقيه اتفضل هو وسيله انتقال الغلابه فعلا يعني مش لا ما حدش يقدر ينكر الكلام لا لا أرخص لا لا انا بنكر ما بقتش وسيله الفقراء الجماعه اللي بيقول لك عايزين لا ده حقيقه امال بيمشي في الشارع ليه الله طب هو بيمشي في الشارع ليه انا ما بعتجيب الا بيت البوتاجاز بياخد 20 جنيه لما اوصل لك يعني استاذ عمرو اتفضل اللي بيجيب انبوبه البوتاجاز بياخد 20 جنيه اتفضل مساء الخير يا سيد وائل البيت تحياتي ليك وكل ضيوفك الكرام وتحياتي لسياده اللواء فاروق المطرحي طبعا هوجه له حاجات بصفته راجل شرطه محترم هو يعرفها اكتر في منطقتي. انا من مركز ومدينه الحسنيه طبعا ممكن بلديات اختنا العزيزه اللي موجوده وانا بعزيها بقول لربنا يرحم محمد يا رب ويجعله في الجنه. انا اشتغلت في الشرقيه وعارف الحسنيه وعارف اهل الحسنيه كويس قوي. عارف العائلات اللي هناك كلهم. ارجوك تسمعني بقى يا سياده اللواء فاروق عشان انا بوجه لك كلام هنا كلامته في الشرقيه. اولا لو نتذكر اختنا العزيزه والده محمد ربنا يرحمه برضه في نفس الواقع هي اكيد سمعت على القصه دي في الحسنيه كان في ولد الله يرحمه كان اسمه حسام الشاعر ده كان ولد في حدود ال 25 سنه عرفناه مش صغير يعني
كان في بلطجيه استدرجوه ان هو يروح مشوار في حته بين راس في راس الصناعه والزراعه في الاماكن بعيده عن الثانيه طبعا. وطبعا قتلوه يا استاذ وائل وضربوه واهانوه ووعد الولا يا عيني ما وقع، كان سواء توك توك بيصرف على والده الغلبان واهله وكده، فالولد من 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 خوف على التوك توك يروح منه فمسك التوك توك وهو بيتجرجع على الارض، فالبلطجيه قطعوا صوابعه وهو ماسك التوك توك. خلاص يعني الاجرام ومنها كثير ومنها كثير، انا مش عايز احكي على وقائع زي كده في البحيره كتير، ده موجود وقائع كده زي كده كتير في البحيره. طيب بالاضافه الى قضايا الاداب اللي بترتكب في الطرق الجانبيه، قضايا الاداب بواسطه التوك توك طبعا قضايا اداب وكثيره. وبعدين دلوقتي نقل المخدرات كلها بواسطه التوك توك وخطف البنات والابناء. خلونا عشان الاستاذ سيد والد محمد السيد انضم الينا. استاذ سيد يعني طبعا الام اتكلمت في ايه اللي ممكن تضيفه في واقعه محمد، يعني واقعه محمد بتسلط الضوء على انه انه سائق توك توك، هي بتقول انا هو مش سائق توك توك انما يعني التوك توك بتاعك انت يعني. ولكن سائق التوك توك في ساعتين ثلاثه هم استصغروا الولد انه سهل جدا انهم يخطفوه مع التوك توك ويسرقوه منه وفي النهايه تتحول الى انهم قتلوه يعني. تمام. البعض هيقول ما هو ده دليل على ان التوك توك يسهل ارتكاب الجريمه. ما هو وانت جبت التوك توك كمصدر دخل للاسره يعني. طبعا انا صاحب عيال وصاحب بيت برضو وعندي ورشه على قد حالي برضو، ويوم شغال ويوم مش شغال، وعندي بنت وولدين وبيت بيصرف، فقلت اجيب التوك توك ده يساعد معايا في اجيبه قسط ويساعد معايا في الورشه. معايا امي وبيجيب دخل في اليوم يومي يعني. ايوه مركبه لواحد شغال عليه، واحد كبير شغال عليه بيطلع بيه بيشتغل، وبيجي مثلا العصريه يريح شويه عندي في الورشه يسيبه ويمشي يروح. فمحمد ابني شاطر ناصح يعني، شغال معايا في الورشه وبيشتغل سباك. رجع ولا راح؟ لا ما جاش لسه. ومحمد شاطر ناصح، انا لو مش عارف انه ناصح وشاطر مش هقول له اركب، وبعدين هو مش صغير ده، هو رايح اولى ثانوي 17 سنه ناصح. فهو اللي بيقول لي يا بابا انا عايز اطلع اجيب قسط التوك توك، اجيب اي بنزين التوك توك، اغير زيت للتوك توك، اعمل اي حاجه، تبقى الورشه مريحه يعني مفيش شغل. والعمليه مريحه والتوك توك واقف، هو يصعب عليه التوك توك واقف والورشه مريحه، يقول لي يا بابا انا اقطع ساعتين. طب يا حمد هو حد ياخدك بعيد هنا ولا هنا ولا بتاع؟ عيب يا بابا انا صغير ما انا عارف. وهم اللي خدوه دولي خدوه سحبوه حته في حته، مش خدوه قالوا تعالى ودينا مثلا الحته البحر البار اللي هم موتين فيها، لا خدوه حته في حته في حته ضلمه. انه من منطقه لمنطقه، من منطقه لمنطقه يعني. خدوه من مكان لمكان يعني، ودينا مثلا حد الكوبري وبعد الكوبري طب والنبي يا اسطى خش الحته اللي قدام، خدوه كده استدرجوه يعني. استدرجوه وخدوه في شارع وراحوا عايزين ينزلوه من التوك توك، انزل قلم التوك توك. طبعا هو اللي بيعين قسط التوك توك، ربنا يصبركم، هو اللي بيعين قسط التوك توك وهو اللي واقف معايا في كل حاجه، فصعب عليه ان هو يسيب التوك توك. ربنا يصبركم. هيسيب التوك توك ازاي؟ خلينا ناخد تعليقات اخيره. انا شو عشان تقول لي انت بس كسائق توك توك ايه الحل؟ الحل بقى يعني. الحل نخلي التوك توك بعيد عن المرور مؤقتا، وندخل بقى على مجالس المحليات. ثواني بس حضرتك، عشان بنطبع رقم على التوك توك من كل جنب. ده عايز يرخص ببلاش كده؟ لا ابدا، لا هو كده ببلاش، بلتزم ما ينفعش حق الدوله. لا 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 هدفع للدوله كل طيب شهر. امال ايه بقى؟ لا اقل لا. مبلغ كل شهر 50 جنيه مثلا للمجلس ده لحد ما بندي مهله. لا لا مثلا لا 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 مش مهله، ده ادينا مهله كتير. أنا هي كلمه مهله دي هي اللي بوظت الدنيا كلها. هو ده كلمه اقتراحي، كلمه مهله هي اللي بوظت. شايف الترخيص يكون من خلال المرور؟ طبعا شوف اجراءات معقده. احنا مش ذاكرين، احنا لا مش هننكر كلنا ان دي اصبحت وسيله مهمه للانتقال. عشان نعد كده نقاط سريعه. اصبحت بس اديني فرصه. اصبحت وسيله مهمه من الكلمه ما خلفتش. اسمعني بس، اسمعني بس، انت بتتكلم غلط. اصبحت وسيله مهمه للانتقال، ما حدش ينكر. اصبحت مصدر رزق، ما حدش ينكر الكلام ده. خلينا بس الحل يا ستلوح. الحل لابد من التقنين. رخصه مرور ما ينفعش حاجه اسمها رخصه وحده محليه. رخصه المرور وفي الماده من 173 ل 176 في قانون المرور بترخص. انت عايز رخصه بترخص التوك توك محليه؟ لا بس لا مش عشان ما واعطاء حق الدوله. احنا دوله مؤسسات وقانون، لابد ان تاخذ الدوله حقها في كل حاجه. اكمل بقى الوسائل الهمجيه. طيب بسرعه بس. الوسائل الهمجيه والوسائل العشوائيه دي مش هنوصل بها النتيجه. انا مش عايز اقنن التوك توك بس، انا عايز اقنن اللي هيسوق التوك توك.
اللي مرتبط بالجريمة ليس جسم التوك توك اللي بيسوق التوك توك. طيب لازم يكون الشروط بس لازم اقول الشروط بتاعنا يسوق. بقول اديني فرصة بس اقول الشروط بسرعة بسرعة. لا لازم يتعمل له اولا الجريمة دي مرتبطة بالمخدرات وتعاطي المخدرات، لابد اول اختبار تحليل مخدرات، تحليل مخدرات لازم يكون له سن محدد، لازم يكون بعد سن البلوغ وتجديد العقوبه على المدمنين اللي لازم يكون معاه عشان يبقى عبره شهاده محكوميه على الاقل. ما فيش حاجه اسمها جهل اللي هو اللي هو يسوق حاجات تعجيزيه. ده بس مش تعجيزيه، هو القطر بيركب بيشرب مخدرات. لا 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 مش فيديوهات متداوله. عايز اقدر وضع المخدرات، انا عايز اسوق توك توك، عايز اقدر وضع المخدرات. ركبت ركبه بيسوق ما ينفعش مخدرات الكلام ده. انت هنا وكانك عايز تقول هو مرتبط بالجريمه، الجريمه مرتبطه بتعاطي المخدرات. انا مش عايز اصعب، خلينا نكون واقعيين. لا انا مش بصعب، انا مش بصعب، انا باخد واحد اعرف كل يا ماشي مين الصعب بتاعك. يعني انا لما اقول ما يشربش مخدرات انا بصعب، مش بصعب والله. بقول لي بصعب بصعب عشان اقول له مرخص. لازم اول اختبار واحده دي، لازم اول اختبار يا عم كده اللي هو فرو هاندك يحلل لك دلوقتي. لازم اول اختبار يتعمل لما يشرب التوك اختبار قطعات المخدرات. لازم يا استاذ احمد بس مش هينفع حوارات جانبيه. لو حللنا كل الجرائم دي على وائل بيه، لو حللنا كل اللي احنا بنقوله ده كله من الاول خالص، مرتبط بانسان غير مؤهل ان هو يقود مركبه ويتعاطى المخدرات. طيب سات لي وقت عليك الاخير بسرعه في 10 ثواني. لا 10 ثواني ما ينفعوش، انما هم 5 دقايق ونمنع التكاتك من المناطق الحضريه. انا مع المناطق الحضريه السياحيه اللي تحافظ على المناطق الحضريه وجهه السياحه نمنعها منها. طيب اتفضل. شوف عايزين نحل ولا عايزين نهرج؟ اذا كنا عايزين نحل فول ستوب، نقف وقفه كده. قلناها من الاول انه مفيش تكاتك بعد ما فيش استيراد ولا تصنيع محلي، ولا تصنيع محلي ولا تجميع محلي، لا تجميع ولا تصنيع ولا اي حاجه. نقف على اللي موجودين فعلا. اللي موجودين نشكل لجنه من المهندسين بتوع قسم السيارات في كليات الهندسه المحترمه الثلاثه، القاهرة واسكندرية وعين شمس، ويقعدوا يعملوا لي ديزاين لتطوير هذه الآلة الحقيرة. والله في ناس بعتلي صور تطوير لمركبة. ما بنقول نطور هذا بمعرفة الديزاينر بتوع كلية الهندسة، ده نمرة 2. نمرة 3 والأهم، علشان نرخص لازم يكون لكل مركبة ورق، ولكل مركبة إجازة من المرور بالمعرفة الفنيين، وقائد المركبة لازم يكون له سن لا يقل عن 20 سنة أو 21 سنة، ومعاه رخصة قيادة إيه مركبة اللي هي الموتوسيكل. طيب أنا عايز في 10 ثواني، في 10 ثواني في حل جميل جداً. الاول التوك توك موجود في فرنسا، موجود في باريس، وبداله بتسوقه ستات. ربما يكون اختيار الانسات ان هم يسوقوا ده حل امني وحاجه جميله جدا وراقيه جدا. خلينا نعمل في مصر هنا حاجه بديله، مش هنقول ستات هم بيتخطفوا، مش هنقول ستات هنا ستات سوق. لا هو شاب مخطوف، شاب هو مش انا لما قصدت اقول كده اقول ان اختيار القائد قد يكون صفه معينه، صفه امنيه. لازم هنا القائد اللي يسوق التوك توك وهو مركبه خطر اكشف عليه جنائي، احلله مخدرات، اعمل له خط سير. اظبط خط سير ازاي؟ بشكركم جميعا. اخر حاجه بس خط السير لابد يا فندم، خط السير لابد ان يكون كل واحده محليه للتوك توك لها لون، كل مدينه لها لون، عشان لما يغادر يكتشف ان هو غادر. كل مدينه لها لون بالظبط. اتفضل بسرعه. انا بطالب اعدام الناس اللي مواتة تبني دي، كل وانا معاك. كل من هو اشترك في جريمه تبني في قتل ابني لسه طالع من السجن ياخد اعدام. ليه بقى ياخد اعدام؟ استنى عدد بثلاث شهور يا ليه بقى سعادتك ياخد اعدام؟ عشان يبقى عبره لغيره وفكر ان هو قبل ما يقتل عيل زي كده. خلينا نثق في قضاءنا ان شاء الله. جنايه الخطف مقترنه بقتل لابد من الاعدام. الموضوع منتهي ما تقلقش. كانوا اربعه او ثلاثة ياخدوا اعدام. شكرا يا نور، غدا ان شاء الله نكون معاكم في حلقة جديدة.